يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الاثنين 14 مارس 2022. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. الحقيقة أنه ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم أجمع، وتداعيات كتير جدا، تداعيات كمان يمكن من أهمها العالم مشغول بيها فكرة السلع التموينية وسلاسل الإمداد وما إلى ذلك. خلينا نتكلم عن مصر تحديدا في حلقة النهاردة أو في بداية حلقتنا النهاردة. الحقيقة مصر كان يعني كان في شوية قلق أنه هنعمل إيه في القمح، لأن قمح طبعا مصر كانت بتستورد يعني كميات كبيرة جدا من روسيا وأوكرانيا، طبعا القمح سلعة استراتيجية. هي أنه الحكومة خرجت علينا وطمنتنا أن احنا عندنا مخزون استراتيجي يكفينا لغاية 4 شهور، وأنه الدولة كمان بتستهدف أنها تلم من المزارعين محصول أكبر. فبالتالي خرجت الحقيقة أخبار إيجابية جدا جدا، ومن أهمها أنه اللي يعني خلينا نبدأ معاكم بيها يومنا النهاردة أخبار تهم كل المزارعين، والحقيقة مش المزارعين بس، تهمنا إحنا كمان. إيه الأخبار دي؟ الأخبار دي بتقول أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر إرذاب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، ده بطبيعة الحال هيشجع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. الحقيقة أنه ده هيستفيد منه عدد كبير جدا من المزارعين، خاصة أن السنة دي متوقعين محصول يوصل لـ 10 مليون طن، ده بسبب زيادة طبعا المساحة اللي اتزرعت بالقمح. طب خلينا نبص كده للسنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان عندنا 3,200,000 فدان قمح، السنة دي عندنا 3,600,000 فدان قمح، يعني في زيادة 400,000 فدان. ده بكل تأكيد هيساعدنا كتير جدا في أننا نتخطى الأزمة التضخمية العالمية المرتبطة كمان بأسعار السلع الغذائية، خاصة القمح. الحمد لله عندنا مخزون يكفينا لـ 4 شهور، وكمان هيتضاف عليهم 10 مليون طن من المحصول الجديد. دي أخبار تطمننا كمزارعين وتطمننا إحنا كمان كمواطنين. الحقيقة أنه لو هنتكلم على المزارعين كمان تحديدا، المزارعين هيحصلوا على حوافز إضافية لتوريد القمح، ودي نقطة مهمة جدا. مصر حقيقة زي ما دايما بنقول، دايما في خطة استباقية بيحصل ظرف في العالم حتى لو مش متوقعينه. الخطة الاستباقية لما بتكون سليمة وبيكون هدفها أن احنا نقدر نوفر احتياجاتنا الاستراتيجية ونقدر نعتمد على نفسنا، بنلاقي أنها بتسعفنا في أوقات الأزمات اللي احنا حتى ما نبقاش متوقعينها. يعني زودنا المساحات المزروعة بالقمح يا عبد الصمد، حتى زودنا الصوامع وزودنا ساعتها التخزينية. أعتقد مجهود كبير جدا بيحصل، ودايما نظرة ثاقبة في يعني في دايما توفير كل اللي احنا محتاجينه. خطة محكمة. ده يخليني أقف عند مصطلح كده اتقال من السيد الرئيس في 2019، العافي محدش يقدر ياكل لقمته. صحيح. ليه؟ لأن عندنا قوة دولة شاملة بكل المعايير الخاصة بقى الاقتصادية والسياسية والعسكرية أيضا، قدرت تخلي فيه شكل
حقيقي للدولة، دولة بتخطط في الاتجاه الصحيح. يمكن جمانة اتكلمت على زيادة بتقدر ب 400 ألف فدان في الأراضي الزراعية تحديدا، و 400 ألف فدان دول هم مزروعين قمح، لكن لو أنا كده تخيلوا عندي 400 ألف فدان دول لكن ما عنديش صوامع علشان خاطر أقدر أخزن فيها. زمان كنا بنخزن في شون، الشون دي كان الفاقد بتاعها بيقدر ب 15%، يعني لو بنتكلم على 9 مليون طن قمح بنخسر فيهم تقريبا فائض بيقدر بمليون طن قمح. مليون الطن قمح ده بيساوي فلوس قد ايه؟ بيساوي 4.5 مليار جنيه. لو احنا كده بنتكلم على منظومة متكاملة، هي منظومة الصوامع الاستراتيجية، ده اللي يعتبر مشروع من المشروعات القومية الكبرى اللي قامت بها الدولة، بالتوازي مع زيادة الرقعة المزروعة من المحاصيل عشان نقدر نحقق نوع من أنواع الاكتفاء الذاتي، وهي دي النتيجة المتوقعة للمجهود اللي حصل من السنين اللي فاتت تحديدا. ما كناش هنقدر اللي احنا نزود المساحة المزروعة دي من القمح لو ما كانش عندنا أرض جديدة بيتم استصلاحها بشكل حقيقي. والحقيقة يعني ده مش مرتبط بس بالقمح، لا ده كمان مرتبط بمعظم السلع الغذائية والزراعية اللي نجحت الدولة في تحقيق فائض منها خلال السبع سنين اللي فاتوا، زي مثلا الفاكهة والخضروات والأرز والذرة البيضاء والدواجن والألبان وغيرها من المشروعات القومية الكبرى اللي احنا شفناها كانت بتفتتح خلال السنين اللي فاتت، وقدرنا الحمد لله اللي احنا نقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في يعني هذه السلع أو هذه المحاصيل، بالإضافة كمان للأسماك والمحاصيل السكرية والشعير. كل دي منتجات لمشروعات زراعية كبيرة زي مشروع المليون ونص فدان، زي مشروع مستقبل مصر الزراعي، ده بيعزز الاستراتيجية الخاصة بالدولة في زيادة الرقعة الزراعية زي ما قلنا لحضراتكم، خاصة إن كان يعني بيبقى ضمن مشروع زراعي عملاق وهو الدلتا الجديدة اللي يمكن هذا المشروع أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى به اهتمام كبير، لأنه بيستهدف زراعة 2.2 مليون فدان. كل اللي حصل في قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في السنين اللي فات يعني بيدعو للفخر، لأن احنا دلوقتي بنجني ثماره علشان نتفادى التداعيات الاقتصادية اللي بتحصل دلوقتي في العالم كله. أصبح الخير يعني موجود في العالم أو موجود في مصر تحديدا، في ظل يمكن زي ما قالت جمانة في أزمة كبيرة الدول كلها بتعاني منها، لكن بسبب الخطة المحكمة اللي حطيتها مصر كانت الخطة دي هي يعني الثمار اللي احنا بنجنيها النهارده بقى. صحيح طبعا، خاصه ان احنا كمان داخلين على شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين في اقل من اسبوعين، ودايما بيكون زياده الاقبال على كل السلع، فالحمد لله الحمد لله يعني احنا مطمنين، لكن يبقى السلوك. بس هنا نرشد، لسه كنت اقول لك نرشد الاستهلاك. اولا نرشد الاستهلاك، ثانيا بلاش التجار، بلاش جشع التجار، احنا صحيح. شايفين دلوقتي في ازمه عالميه، يا هنعدي مع بعض يا هنقف مكاننا كلنا، لانه حضرتك لما تغلي الاسعار هيبقى في ناس مش قادره تشتري، فمفيش اي حاجه هتحصل. كل اللي هيحصل ان حضرتك هتزود الازمه، الناس هتتاذى اكتر، وكمان حضرتك بالتالي هتتاذى بشكل كبير جدا. فخلينا اولا نرشد استهلاكنا زي ما انت قلت. هنعدي مع بعض، يا هنعدي مع بعض ان يعني شاء الله. احنا طبعا هنعدي مع بعض، احنا شايفين في خطوات الحقيقه ثابته ومهمه وكبيره. صحيح. من قبل الحكومه المصريه والدوله المصريه، لازم يكون لينا احنا، يكون عندنا احنا كمان مسؤوليه مجتمعيه، ان كان من قبل المستهلك او حتى من قبل التاجر اللي يعني خلينا نقول بيبقى عنده الى حد ما في حريه. خلينا برضو ننوه على حاجه، ان فكره لو التاجر الخاص رفع سعر السلع، السلع موجوده في كل المجمعات الاستهلاكيه التابعه للدوله بسعر يعني فعلا تم الحفاظ عليه، بل بالعكس احيانا بتكون الاسعار دي مخفضه وبجوده عاليه بالزبط. لانه في فتره من الفترات خرج بعض الناس موجوده بس مش بنفس الجوده، لا مش بنفس الجوده بس منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه في عدد ومنافذ في القوات المسلحه في حتت كتيره جدا حتى في المناطق النائيه، فانا ما بقاش اللي انا يعني عارفه انت خاضع لجشع التاجر. صحيح. ده واقدر اللي انا البي طموحاته في فكره اللي هو بيفرض الاسعار، لا مش هشتري منك السلع واروح اجيبها. هو ده اللي بيوازن الحقيقه. صحيح. ده فعلا بيوازن، ويعني على اي حال مره تانية يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا نقدر بنفسنا كده نعتمد على نفسنا في كل حاجه طول ما احنا كلنا مدركين مسؤوليتنا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. فيها حاجه حلوه فعلا، يعني الحمد لله على نعمه مصر اولا
وأخيرا بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي قبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف. دينا صباح الخير. صباح الخير يا أحمد، صباح الخير يا جمعنا، صباح الخير والسعادة على كل المصريين في كل مكان. دينا يمكن خلينا أقولك بقى سر، أنا راجع امبارح من الأقصر كانت درجة الحرارة 19 بالليل، نزلت القاهرة بالليل لقيت درجة الحرارة 9. أنا أكاد أبكي من فرط البرودة، يعني النهاردة الصبح كان الجو برد جدا. طمنيني بقى، عاوز أعرف الأيام دي. هنطمنك دلوقتي فعلا، هاخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. حضراتكم النهاردة الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، في كمان أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16، وأعلى درجة حرارة هتكون في حلايب 25، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أخدكم من الطقس للمرور وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات. وطبعا دلوقتي الناس بدأت تنزل الشوارع، هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بطول كورنيش النيل وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. أما طريق الكورنيش القادم من حلوان بيشهد كثافات بسيطة عند شارع القصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير، في أيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا للعباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران. أما كوبري أكتوبر متجه لمنطقتي الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مرورية، واللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه منطقتي غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكثافات المرورية. أما حركة السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة في سيولة مرورية. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة، وهنبدأ من شارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، ده طبعا بسبب أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق مدكور، وده بيسبب ظهور كثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية. كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي أيضا كثافات متحركة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه لمحور عرابي اللي بيشهد كثافات أقل شوية. وبتظهر كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة. أما شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مرورية. ناخدكم لمحافظة القليوبية والطريق الزراعي القادم من إلى القاهرة بيشهد سيولة مرورية، لكن في بعض الكثافات قبل مطلع الدائري، وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة، لكن الزراعي المتجه لبنها وأوسنا وطنطا في حالة من الانتظام المروري والسيولة. أما المتجه كمان إلى محافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري في كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي. وبننصح طبعا بطريق شبرا بنها الحر للقادم عن طريق شبرا بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر من أفضل استخدام محور الفريق العصار. نكمل جولتنا المرورية ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وفي كمان كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية في سيولة مرورية نسبية. الطريق المؤدي للجامعة بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. أما طريق الإسكندرية مرسى مطروح، الناس لازم تاخد بالها أن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية بسبب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي والإسكندرية مطروح، وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154، ده هيستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم. وبكده انتهت معاكم جولتنا سريعا عن أحوال الطقس والمرور في محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.
كالعادة دايماً في صباح الخير يا مصر بيكون معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن دايماً بنبدأ معاكم بمختصر كده الأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استعراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، أيضاً توجيه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات مشروع مستقبل مصر، ورئيس الوزراء تابع موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان الكريم. معنا لسه أخبار يا جمانة متعلقة بمجلس الوزراء، لأن امبارح رئيس الوزراء استعرض جهود وزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية في سيناء، والحكومة نفت وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة لأن وزارة الداخلية أعلنت عن جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. والبداية معك يا جمال. أشكرك يا أحمد جزيل الشكر. البداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وده لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. أيضا وجه سيادة الرئيس بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان. وفي اجتماع آخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع في تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، ووجه سيادته بمواصلة العمل في استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، وده لأنه بيساهم في توفير آلاف من فرص العمل في التخصصات المتخصصة، وهيعزز استراتيجية الدولة في زيادة رقعة الأراضي الزراعية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية خاصة من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لا سيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرولوس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير والتكريك وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج مع منع عملية الصيد الجائر بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية خاصة من خلال المشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان إلى جانب تحسين السلالات وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخراً تنظيم أكثر من 1000 قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية
من اللحوم والألبان لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة الجوانب، خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة في محافظتي بني سويف والمنيا، والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري. ننتقل للنشاط الحكومي. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، أيضا الترتيبات اللي بتتم لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، أيضا السلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع جهود وزارة التربية والتعليم في دعم العملية التعليمية في سيناء، وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة بتعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، وده من خلال خطة متكاملة بتشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية في إطار المشروعات القومية الضخمة اللي بتنفذها الدولة في سيناء. ننتقل للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ولنفى الأخبار اللي ترددت على السوشيال ميديا بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية. المركز تواصل مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ونفوا كل الكلام ده وقالوا أنه غير صحيح ومفيش أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية والوقائية بمختلف المستشفيات الحكومية، سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية. أنا أعتقد الإشاعات الخاصة بنقص المستلزمات الطبية كانت موضة قديمة طلعت فترة الكورونا وخلاص، يعني دلوقتي إيه اللي هيخلي في نقص عندنا في بنعيد فيش تجديد. طيب نروح لخبر تاني من الأخبار المهمة وهو متعلق بوزارة الداخلية اللي نشرت امبارح فيديو. الفيديو ده نشرته عن جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 393 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة ومصرع عنصرين بنطاق 22 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 186 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 751 قطعة سلاح ناري، أبرزها 92 بندقية، 76 بندقية آلية، 44 مسدس، 539 فرد محلي، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1192 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 469,968 حكماً قضائياً بإجمالي 33,896 محكوماً عليهم، من بينهم 1,742 حكم جناية و 167,902 حكم حبس، و 235,703 حكم غرامة، و 64,621 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 57 متهماً قاموا بارتكاب 64 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً، كما تم إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,328 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,468 متهماً وبحوزتهم قرابة 345 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 13 طن و668 كيلو من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 16,390 قرص مؤثر و 39,101 قرص ترامادول مخدر، وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 232 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح، الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. النهاردة جامعة الإسكندرية هتنظم قافلة طبية وخدمية متكاملة لمطروح وسيوة، وهتستمر لحد يوم 18 مارس الجاري. النهاردة كلية الهندسة في جامعة المنوفية هتنظم المؤتمر الدولي لتنمية البيئة المستدامة. المؤتمر هيناقش تطبيقات النانو تكنولوجي والهندسة الإنشائية والمدنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أيضا النهاردة هيتم إطلاق 3 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده هيكون في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر. النهاردة هيتم تشييع جثمان الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب السابق والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال عقب صلاة الظهر، وده هيكون من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر. رحم الله يعني النائبة السابقة أنيسة حسونة، في الحقيقة كانت رائدة في العمل الخيري التطوعي، وكانت نموذج وطني عظيم وأيقونة من أيقونات الإنسانية الفريدة يا جمانة. طبعا يعني الله يرحمها، ويمكن كان ليا الشرف
الشرف ان انا التقي بها الحقيقه. يمكن الاسبوع اللي فات في احتفاليه يوم المراه المصريه الحقيقه كانت يوم 8 مارس وكانت احدى المكرمات. شخصيه الحقيقه يعني نموذج للشخصية اللي عندها حس وطني وعندها مسؤولية تجاه الآخرين وتجاه مجتمعها. قدمت كتير قوي قوي الحقيقة لكل من حولها. وطبعا مش هنتكلم كمان عن مستشفى الناس وحتى أيضا مع دكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب الأطفال. كتير كتير جدا كاتبة وباحثة سياسية. يعني الحقيقة خسارة لينا كلنا. الله يرحمها يا رب ويصبر أهلها بإذن الله. يا رب الله ربنا يرحمها يعني ويلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. استنونا. نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ويعني يبدو كده أن درجات الحرارة هتفضل منخفضة حتى نهاية الأسبوع. فتعالوا نروح لدينا شرف مرة تانية ونطمن منها. دينا إيه الأخبار؟ فعلا هطمنك بالتفصيل دلوقتي يا احمد وكل مشاهدينا عن احوال الطقس بالتفصيل. النهارده في انخفاض في درجات الحراره وفي طقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. هيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد وهيكون مائل البروده على شمال الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كل الانحاء. كمان النهارده هيكون في امطار خفيفه الى متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. وكمان هيكون في امطار خفيفه على الوجه البحري ونشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره خلونا نروح لدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. الجو برد فعلا. بالفعل احنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره مستمرين في الاجواء الشتويه البارده على كافه انحاء الجمهوريه. بالفعل الطقس خلال فتره النهار شعورنا بيه بيكون بارد على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى حتى شمال الصعيد. بيكون دافي على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فتره النهار. مع دخول ساعات الليل طبعا درجات الحراره بتنخفض بشكل ملحوظ جدا والطقس بيكون شديد البروده ممكن نقول كمان قارس البروده في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. الصغرى بتوصل ل 8 درجات على القاهره الكبرى خاصه كمان ان في نشاط احنا عشنا الاجواء دي النهارده الصبح. بالفعل خاصة كمان نبقى في طبعا نشاط للرياح اليوم سرعات الرياح ما بين 30 و40 كيلومتر في الساعة. دايما نشاط الرياح بيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحرارة. نحس بقيم درجات حرارة اقل كمان من اللي احنا بنقولها او بنذكرها. يعني احنا اليوم متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية. مع نشاط الرياح هنحس بيها كمان اقل من 16 درجة مئوية. بالإضافة إلى أن اليوم كمان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد بيصاحبها طبعا فرص لسقوط الأمطار. الأمطار دي هتكون خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. كل ما تقدمنا للداخل فرص الأمطار بتقل وكميتها بتقل فهتمتد خفيفة لجنوب الوجه البحري. يمكن الأجواء الشتوية دي زي ما احنا كنا لسه مستمرة معنا لحد إمتى؟ ده السؤال اللي الناس كلها بتسأله. بالفعل هي مكمله معانا يمكن اليوم الاربعاء القادم ان شاء الله مستمرين في انخفاض درجات الحراره الملحوظ مع نشاط الرياح. ابتداء من يوم الخميس هتبدا تدريجيا درجات الحراره ترتفع. يعني احنا متوقع الخميس القادم العظمى هتكون 19 درجه مئويه على القاهره الكبرى. بالاضافه كمان ان في اعتدال في حركه الرياح فتبدا الاجواء تكون دافئه خلال فتره النهار باذن الله. وكمان الشبوره المائيه هتعود مره اخرى بالظهور على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه ابتداء من الخميس القادم وتدريجيا ان شاء الله حتى بدايه الاسبوع المقبل تبدا درجات الحراره ترتفع. ايام بتفصلنا على نهايه فصل الشتاء وبدايه فصل الربيع، هل في مع بدايه فصل الربيع هيكون في نشاط للرياح المثيره الرمال والاتربه زي ما متعودين؟ وكمان عايزين نطمن على حاله البحر. هو احنا بالفعل ان شاء الله فصل الشتاء هينتهي 20 مارس ويبدا معاه فصل الربيع 21 مارس يعني الاسبوع المقبل. الى الاسبوع المقبل ان شاء الله ما فيش اي نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه، فقط نشاط رياح على مدار هذا الاسبوع هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. بالاضافه الى ان كمان نشاط الرياح هيؤدي بالفعل لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع الامواج بيكون ما بين 2 ل 3 متر
وغير مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. ان شاء الله كمان مع نهايه الاسبوع مع اعتدال حركه الرياح يحصل اعتدال في حركه الملاحه البحريه. آخر سؤال، والناس كتير بتسأله كأمهات، إيه النصايح اللي ممكن نقدمها للمواطنين وطلاب المدارس كمان اللي بينزلوا بدري، خصوصا أطفال صغيرين يعني في سن بيبقى صغير جدا ما بيستحملش التغيرات الجوية دي؟ بالفعل النصيحة الأساسية والمهمة في الفترة دي هو عدم تخفيف الملابس، بل بالعكس ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل والطلبة رايحين الجامعات أو المدارس، لأن الوقت ده الطقس يكون فيه شديد البرودة. بالإضافة إلى طبعا احنا مش عاوزين ننخدع تماما في الأجواء اللي هتبقى فيها استقرار أو دفء حالات طبعا مع نهاية الأسبوع، لأن لسه الأجواء خلال فترة الليل بتكون شديد البرودة، فاحنا ما نخففش ملابسنا، نستمر في ارتداء ملابس شتوية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل. بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، ده شيء مهم جدا في الفترة دي، لأن الفترة دي تقلبات حادة وسريعة في حالة الجو، ودايما قبل ما أخرج من البيت أعرف إيه الظروف الجوية المختلفة وأبدأ أتعامل معاها. انا هزود على حضرتك كمان ان احنا يعني اللي اهتم جدا ان اولادنا الصغيرين لازم يكونوا بيرتدوا الكمامه، بتفرق جدا في التغيرات الجويه من الاماكن المختلفه اللي بيتنقلوا ما بيننا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 16 والصغرى 9، الاسكندريه 15 10، مطروح 15 10، سيوه 18 7، بورسعيد 15 9، دمياط 15 10، الاسماعيليه 16 8، السويس 17 9، العريش 15 8، كاترين 13 3، طابا 20 13، شرم الشيخ 21 13، الغردقه 20 12، الفيوم 17 7، بني سويف 17 8، والمنيا 18 6، أسيوط 17 5، سوهاج 20 10، قنا 22 10، الأقصر 22 11، أسوان 23 11، الوادي الجديد 22 10، شلاتين 23 13، وأخيرا حلايب 25 14. الأجواء الباردة مستمرة معانا حتى يوم الأربعاء القادم بإذن الله، بعديها من يوم الخميس تبدأ الانتفاع في درجات الحرارة ملحوظ درجتين أو ثلاثة، لكن سرعة الرياح هتقل فمش هنحس ببرودة الجو بالشكل ده اللي احنا عايشينه اليومين دول. برجع مرة تانية لأحمد وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا لك يا دينا، والشكر طبعا لضيفتك الكريمه. شكرا. طيب، امبارح للاسف فقدنا ايقونه من ايقونات محاربات السرطان، ايضا رائده من رائدات العمل التطوعي الخيري والانساني الدكتوره انيسه حسونه اللي رحلت بعد رحله عطاء طويله جدا، ايضا رحله معاناه مع مرض السرطان اللي هزمته مرتين لكنه للاسف كان صعب عليها جدا في المره الثالثه، ورحلت مصحوبه بحب ودعوات الملايين من المصريين. زي ما قلنا لحضراتكم هيتم تشييع جثمانها النهاردة بإذن الله، يعني عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في 6 أكتوبر. بعد رحلة عطاء طويلة رحلت واحدة من رموز العمل التطوعي، صاحبة قلب ظل ينبض بحب الخير وعقل أنهكه التفكير في آلاف المرضى من الأطفال، حتى استسلم للمرض الذي طال جسدها وظلت تحاربه لست سنوات قبل أن ترحل مشيعة بحب الملايين. هي صاحبة القلب الكبير أنيسة حسونة. ولدت أنيسة حسونة في 22 من يناير عام 1953 بالقاهرة، وتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. بدأت عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة 14 عاماً في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية. كانت أول سيدة تنتخب أميناً عاماً للمجلس المصري للشؤون الخارجية، وتم اختيارها من قبل مجلة Arabian Business في عام 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة. الأستاذة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، كاتبة وباحثة سياسية ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية. ك
كان آخر ظهور لها منذ أيام في احتفالية المرأة المصرية، وحصلت على تكريم من السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية. وظهرت علينا أنيسة حسونة بجسد طاله المرض وظهر عليه الوهن، لكنه لم يطل ابتسامتها التي ودعت بها الآلاف قبل الرحيل. يعني رحمة الله على الدكتورة أنيسة حسونة وألهم ذويها الصبر والسلوان. طيب نروح لموضوع تاني من الموضوعات الهامة جدا، وبيأكد أن دايما الرهان على الشباب بيكون رهان في محله، لأن عندهم حالة من الوعي الحقيقي اللي موجود. إيه اللي حصل؟ طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج نظموا بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الحرم الجامعي الجديد ندوة تثقيفية. الندوة دي كانت بعنوان معجزة الإسراء والمعراج والرد على المشككين. حضر فيها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. النهارده من داخل جامعه سوهاج وبالتحديد في داخل قاعه المؤتمرات الكبرى في المقر الجديد للجامعه، جامعه سوهاج بتستضيف الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المستشار الديني لفخامه رئيس الجمهوريه لعقد ندوه لابنائنا الطلاب للرد فيها على المشككين بثوابت الدين، وبخاصه ما اثير في الاونه الاخيره حول قضيه الاسراء والمعراج. النهارده وجود الدكتور أسامة بينقل وسطية الإسلام، بينقل الفقه الوسطي لأبنائنا من منسوب الجامعة، وبخاصة شباب الطلاب اللي ربما يكون في بعض التيارات الأخرى بتشوش أفكارهم. حرصنا على وجوده النهاردة عشان نصلح الفكر ونرجع به للمسار القويم. هذه الندوة التثقيفية هي ندوة توعوية، وكانت موضوعها عن الإسراء والمعراج والرد على المتشككين. طبعا ظهر في الفترة الأخيرة من يشكك في المعراج ويقول لك هي كانت رحلة إسراء بس ما كانش فيها معراج، ولكن طبعا كلنا عارفين كمصريين أنها هذه معجزتين خالدتين على مدار الدهر ومدار إلى أن تقوم الساعة، وأن صدر سورة الإسراء فيها الإسراء وصدر سورة النجم فيها المعراج، وأن الشيخ أسامة تحدث عن هذا الموضوع باستفاضة وكثير من المشاكل الطلابية المتواجدة داخل الجامعة. وهذه جامعة سوهاج ليس هي الأولى من نوعها، ولكن سبقتها الكثير والكثير من الندوات التثقيفية واستضافة علماء مصر سواء من الناحية الدينية والناحية الثقافية والناحية العلمية والطبية والفيزيائية، وإن شاء الله إلى مزيد من الندوات المتلاحقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الهدف الحقيقة ليس فقط الوقوف عند قضية الإسراء والمعراج، بل الانطلاق منها إلى مواجهة كل صور التشكيك التي تشكك الإنسان المصري في تاريخه. من يشكك في بناء المصريين للهرم الأكبر، أو من يشكك في شخصية الزعيم أحمد عرابي أو الإمام الشيخ محمد بن طول الشعراوي، أو من يشكك في انتصارنا في حرب أكتوبر، أو من يشكك في الإسراء والمعراج، نحن نريد أن نواجه كل صور التشكك والحيرة والريبة التي يمكن أن تجعل الإنسان في حالة من الإحباط والحيرة. من يحرز في يوم من الأيام جائزة نوبل، من يكون مثيلا لأحمد زويل، من يكون مثيلا لمصطفى السيد، من يكون مثيلا لعباقرة وعلماء مصر عبر التاريخ. نحن نريد من هذه الجولة في الجامعات إنقاذ كل من يمكن إنقاذه من أبناء مصر من حالة الحيرة، الشك، التردد، والانطلاق إلى حالة اليقين والثبات والثقة والقوة النفسية التي تمكن الإنسان من الانطلاق إلى صناعة الوطن وإلى صناعة الحضارة. طيب خلينا نروح مع حضراتكم الحقيقة لقضية هامة جدا، وبقتش مجرد قضية يعني بتناقش على هامش المحافل الدولية، ولا بقت قضية بسيطة، ولا بقت قضية حتى بنناقشها على المدى البعيد. الحقيقة أنه مبقاش في دولة بعيدة عن مخاطر التغيرات المناخية، الكل هيعاني من الأزمة دي، وبالفعل في دول بقت بتعاني حاليا زي أمريكا اللاتينية. منطقة الكاريبي بتعتبر من أكتر المناطق اللي بتتعرض للجفاف والحرائق والفيضانات. خلينا نتابع مع حضراتكم تأثير التغيرات المناخية على هذه الدول، خاصة كمان منطقة غابات الأمازون. موسيقى
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تعد من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، خاصة بعد تعرض الدول للجفاف والحرائق وكوارث الفيضانات، بالإضافة لتعرض غابات الأمازون للحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار. ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن غابات الأمازون المطيرة تضررت بشدة من الجفاف غير المسبوق ودرجات الحرارة المرتفعة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات موت الأشجار وانخفاض إنتاجية الغابات، مما أدى إلى تحويل مناطق الغابات إلى مصدر لانبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. ناهيك عن انخفاض وفرة الشعاب المرجانية وكثافتها في أمريكا الوسطى والشمال الغربي والشمال الشرقي لأمريكا الجنوبية، وكذلك فقدان الأنهار الجليدية في جبال الأنديز من 30% إلى أكثر من 50% من سطحها منذ الثمانينيات. يمكن فكرة يعني التغير الخاص في المناخ زي ما قالت جمانة ما فيش حد بعيد عنه، ويمكن المتابع للأحداث كده خلال الفترة اللي فاتت هلاقي إن كان في حرائق كتيرة موجودة في الغابات بدون سبب، السبب الوحيد فيها هي ظاهرة الاحتباس الحراري، وعلشان كده في اتجاه وتوجه كبير للاقتصاد الأخضر لما ليه من أهمية كبيرة جدا في تقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة كمان الهيدروجين. بنشوف دلوقتي التحول لإنتاج الطاقة من الهيدروجين، ولمصر دلوقتي يعني نتكلم بقى على مصر تحديدا، مصر دلوقتي بقى ليها دور مهم جدا في ده لأنها بتتجه لهذا النوع من أنواع الوقود. بس خلونا نتكلم زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة إن الرقعة الزراعية اللي زادت 400,000 فدان، كان في عمل متوازي أو خطة كاملة متكاملة، كان في بنفس التوازي اللي بيتم فيه زيادة الرقعة كان في صوامع. نفس الفكرة في ملف الطاقة، علشان خاطر اللي احنا نتجه لهذا الاتجاه العالمي ونبقى أصدقاء للبيئة ونحافظ على البيئة، كان في برضو في ملف الطاقة تنوع في كل أنواع الطاقة المستخدمة. هذا التنوع خلانا النهاردة يبقى عندنا فائض، الفائض ده نقدر من خلاله اللي احنا ننتج الطاقة من خلال الهيدروجين اللي ما ليها من يعني علشان نقدر نقلل. يعني بشكل عام يا أحمد يعني فكرة التوجه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة، والحقيقة برضو خطة استباقية ونموذج الحقيقة يعني لتجربة مصرية بالفعل بيتم استعراضها في كل المحافل الدولية للتعامل مع قضية تغير المناخ. وطبعا مصر هتستضيف مؤتمر المناخ العالمي COP27 السنة دي إن شاء الله في شهر الشيخ. مشاهدينا الثمانة صباحا ومعنا دلوقتي مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، اتفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرنب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة. وفي اجتماع آخر مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية، خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر، خاصة ما تم إنجازه من مساحات مزروعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك وبالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق. وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم، أشار مدبولي إلى استعدادات أقامة معارض أهل رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي ناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف. وقال زيلينسكي بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال روسيا، مشيرا إلى أنه سيصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين. تعقد اليوم جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو كونفرنس بين روسيا وأوكرانيا، وأكد ميخايلو بولدولياك المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هدف الجولة هو عرض خلاصة النتائج الأولية لمباحثات الجانبين، مشيرا إلى أن مجموعات العمل تنشط بانتظام وأن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما. من جانبه قال ليونيد سولتسكي أحد أعضاء الوفد الروسي إن المفاوضات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن هذا التقدم سيؤدي قريبا جدا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنساني. وأكدت اللجنة في بيان استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشأن هذه المسائل الإنسانية. وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة، مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض بدون تدفئة، ويتعين عليهم المجازفة بحياتهم للخروج لوقت قصير جدا من أجل الحصول على طعام ومياه. يلتقي اليوم في العاصمة الإيطالية روما مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيسي. وأوضح بيان صادر عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أميلي هورن أن اللقاء سيتناول الجهود الجارية للتعاون مع الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي. وكانت بكين أكدت الأسبوع الماضي بأن صداقتها مع روسيا لا تزال صلبة، وعربت عن استعدادها للقيام بوساطة تساهم في وضع حد للحرب. أعلنت مؤسسة حياة كريمة تواصل توزيع صناديق المواد الغذائية لليوم الثالث على التوالي بمراكز محافظة الغربية والقرى التابعة. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن قوافل المواد الغذائية تشمل عدد 200,000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة. ختام موجز الثامنة، فاصل وعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. يمكن مع الأزمة الأوكرانية الروسية في بعض التصرفات كده اللي بيلجأ ليها عدد من المواطنين، وهي تصرفات غير مسؤولة. وليه بقول غير مسؤولة؟ لأن هي بتؤدي إلى ضرر وإحنا ما نعرفش هذا الضرر. يمكن في الآونة الأخيرة كان في ارتفاع، وحتى إن كان ارتفاع طفيف إلى حد ما، في أسعار يعني بيض المائدة،
لكن ده خلى المواطنين احيانا اللي هم يتسارعوا لا ده هيزيد تاني، فيروحوا الاسواق علشان خاطر نخزن يعني كراتين البيض بقى او البيض الخاص بالموائد. في خطوره وفي خطر كبير جدا موجود نتيجه تخزين هذا او هذه السلعه داخل المنازل. ده اللي دفع وزاره الزراعه ان هي تصدر تحذير للمواطنين بمنع تخزين بيض الموائد لتجنب الاصابه بالبكتيريا والسموم. طيب ايه الحكايه وايه التفاصيل؟ هو ده اللي هنعرفه من الدكتور مجدي حسن رئيس قسم تربيه الدواجن بمركز البحوث الزراعيه اللي معانا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني حضرتكم اصدرتوا تحذير للمواطنين اللي يعني بيتكلبوا او بيتسارعوا لتخزين منتج البيض الخاص بالموائد او المائده تحديدا، عاوزين نعرف اضرار تخزين هذه السلعه. تمام يا فندم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. في البدايه طبعا الدواجن بتربى بهدفين، الهدف الاساسي في تربية الدواجن هو إنتاج البيض، سواء إنتاج بيض المائدة أو إنتاج البيض المخصب. بالنسبة لبيض المائدة اللي يهمنا في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار البيض الخاص بالأكل أو بيض المائدة، فالموضوع ده مهم جدا، لأن طبعا في بعض الفترات بيلجأ المربيين أو بيلجأ الناس المنتجين للبيض عشان برضو يرفع أسعار البيض لفترة طويلة إلى تخزين بيض المائدة لفترة طويلة. برضو ده بالنسبة للمربي. بالنسبة برضو للمستهلك، برضو بيلجأ بعض المستهلكين إلى إن هم يشتروا كمية كبيرة من البيض ويخزنوها في البيت أو يخزنوها في أماكن معينة. لابد من مراعاة إن أنا لما أجي أشتري البيض أراعي حاجة مهمة جدا، وهي إن أنا أراعي جودة البيض اللي أنا بشتريه، وإن يكون البيض صابح، يكون البيض معد للاستهلاك الآدمي، يكون البيض معد للاستهلاك بالنسبة للأكل. طبعا بسأل أي مكان أو أي مصدر بشتري منه البيض مدة تخزين البيض ده سبقت السابقة قبل ما استهلكه للاستهلاك الآدمي كانت قد إيه، لأن كل العوامل دي مهمة جدا. أي فن بس نعرف ده إزاي؟ يعني نعرفه إزاي؟ المستهلك للبيض ياخد البيض ويخزنه. دكتور مجدي يعني نعم. لو الموضوع متوقف فقط على ان انا اسال البائع مده تخزينه بقالها قد ايه، يعني اعتقد ان احنا محتاجين علامات اخرى. هل في علامه ثانيه ممكن نبقى عارفين منها البيض صالح ولا لا، زي ما حضرتك قلت الاستخدام الادمي؟ يعني هل في علامات عشان نقدر نعرف صحه البيض ده؟ هو طبعا في اختبار بسيط جدا، باجي اجيب البيض عينه من البيض اللي انا بشتريه او بجيبه دوت، واروح حاططها على بحطها في طبق مثلا او وعاء او المكان نقول الاناء اللي انا مثلا بسلق فيه البيض او الكلام ده كله، بروح حاططها بحط بيضه او بيضتين في الميه. لو البيض ده حصل ان هو لقيته يطفو على سطح الماء، فده بيبقى فيه مشكله بالنسبه للمكونات الداخليه في البيض، وممكن يكون البيض ده تم تخزينه لفتره طويله. لو البيض لقيته رسب في تحت سطح الماء، فبالتالي ده البيض يكون صابح، لان البيض الصابح بيكون كثافته النوعيه بتكون قليله، فبالتالي بنجده ان هو بيطفو تحت سطح الماء. انما لما بيحصل تغيرات في المكونات الداخليه للبيض ده بيأثر على الكثافه النوعيه للمكونات الداخليه للبيضه، فبالتالي بلاقي البيض بيطفو فوق سطح الماء. ده اختبار بسيط. دكتور مجدي ده الاختبار الوحيد بيحاول يشوف بالنسبه لجوده البيض. ده الاختبار الوحيد يعني برضه يعني لا يعقل ان انا هدخل للسوبر ماركت او للتاجر اللي بيبيع واقول له اديني طبق ميه علشان اعمل الاختبار. طبعا بلاحظ ان البيض المتخزن فبلاقي القشره من بره بلاقيها بتلمع، بلاقي ان البيضه بتكون شكلها جيد، غير عليها بعض ما عليهاش بعض الفطريات مثلا، ما عليهاش بعض المكونات السيئه، لان نتيجه التخزين لفتره طويله ممكن يظهر بعض الفطريات الخارجيه. طب. على سطح القشره بيظهر برضو بعض الاشياء اللي ممكن تاثر على جوده القشره من الخارج، او الشكل الظاهري بتاع البيضه تلاقيه ممكن بيكون مختلف عن الشكل الطبيعي بتاع البيضه اللي لسه وضع يعني موضوع من فتره قريبه. نعم دكتور مجدي، لما باجي اشتري البيض من يعني المحلات الكبيره تحديدا بلاقي في تاريخ، التاريخ ده بيبقى تاريخ الانتاج الخاص بالبيض، بس ما فيش تاريخ انتهاء، فانا اقدر اعرف من تاريخ الانتاج ده اللي انا كام يوم احافظ عليهم لشراء هذه الكرتونه مثلا او يعني عدد من البيض اللي موجود فيها.
هو يفضل طبعا زي ما حضرتك بتقول ان يكون البيض في بعض الشركات المنتجه للبيض بلاقيها بتغلف البيض وبتكتب عليه تاريخ الانتاج. صحيح. وده بيبقى كميه قليله جدا. لكن الوضع الطبيعي ان انا اما اجي اخد بيض او الكلام ده بسيبه لو عايز استهلكه ما بتطولش المده عن حوالي شهر. نعم. بعد الشهر المفروض البيض ما استعملهوش لان بيتكون بعض المواد اللي ممكن تاثر بالسميه فيما بعد، ممكن تعمل اسهالات، ممكن تعمل بعض التعميه او بعض المغص لبعض الناس اللي بيتناولوا البيض المخزن لفتره طويله. نعم. لكن براعي ان الفتره بتاعه التخزين المسموح بيها للبيض تحت ظروف جويه كويسه، يعني يكون درجه حراره مثلا من 10 ل 15 درجه مئويه اللي هي درجه حراره تخزين البيض، لا هي منخفضه ولا هي مرتفعه اكثر من ده مهم جدا واحنا داخلين على فصل الصيف تحديدا. يعني الايه درجه الحراره الخاصه بالتخزين دي حاجه مهمه واحنا داخلين على فصل الصيف. طبعا مهمه جدا وخاصه ان احنا داخلين على فصل الصيف. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مجدي حسن رئيس قسم تربيه الدواجن بمركز البحوث الزراعيه، بنشكرك على كل هذه المعلومات والايضاحات. خلينا نروح لخبر تاني، والحقيقه احنا بنحتفل بشهر المراه فكان لازم يكون معانا نموذج من النماذج الايجابيه المصريه والاستثنائيه. النهارده معانا واحده من البطلات اللي عايشين في الولايات المتحده الامريكيه واللي قدرت انها تحقق انجاز فريد من نوعه وحصلت على المركز الاول في بطوله نيو انجلاند ولايه مين في القفز بالزانه على مسافه 3.65 متر. ضيفتنا هي اللاعبه ياسمين فرج واللي منورانا عبر الهاتف. ياسمين صباح الخير عليكي والف مبروك. ياسمين صباح الخير. الو صباح النور، ازيك عامله ايه؟ معلش انا الكاميرا بتاعتي فيها مشكله فمش عارفه افتح الكاميرا خالص. ولا يهمك، المهم انت موجوده معانا. لا لا خالص، الدنيا اصلا عندي ضلمه قوي، الساعه 2 الفجر دلوقتي. معلش مسهرينك، بس احنا يعني شايفين ان احنا الحقيقه كان لازم نحتفل بيكي وكان لازم نقول لك مبروك وكان لازم نعرض قصه نجاحك على كل مشاهدين صباح الخير يا مصر. خلينا نعرف في البداية منك حكاية انضمامك للعبة القفز بالزانة تحديدا. هو أنا بدأت إن أنا كنت أنا بلعب جمباز من وأنا عندي 3 سنين. وفي مرة كنت رحت لساك بعمل فيتنس مع واحدة صاحبتي من التيم بتاعي، فالكابتن شافنا وقال لنا تعالوا عارفين اللعبة اللي أنتوا بتمسكوا عصاية وتجروا تنطوا بيها ديت، عايزين تجربوا، فانا قلت ماشي وهي قالت ماشي، وبعدين الفريق بتاعنا كله جه وكلنا بدانا ننط زانه وكلنا كنا مع بعض فريق جمباز وكلنا كنا مع بعض فريق الزانه. بس مع الوقت كل واحد طبعا اختار اولوياته، وانا بصراحه حبيت اللعبه جدا وكملت فيها، والكابتن كابتن يوسف هو اللي علمني زانه. انت بدايتك كانت في مصر ولا في امريكا يا ياسمين؟ لا انا بدايتي كانت في مصر، انا امريكا ما عملت فيها اي حاجه لحد دلوقتي، يعني هو اخر حاجه اللي هو الاندور سيزون دوت اللي بدات احقق فيه اول بطولات ليا، بس انا بدايتي كلها في مصر، يعني انا مش من اللعيبه اللي هو اتعملت في امريكا او اتعملت بره، انا اتعملت في مصر وبعد كده سافرت عشان اكمل على اللي انا وصلت له. بس فبدات اول طفره ليا كانت في 2016 لما حطمت رقم تحت 16 سنه كان بقى له 10 سنين ما اتكسرش، والطفره اللي بعدها كانت 2018 كنت كسرت رقم 18 سنه ولا 20 سنه. ف 2018 سافرت بطوله عرب، سافرت البطوله الافريقيه، كان نفسي طبعا اتاهل لاولمبياد الشباب بس ما حصلش نصيب، جبت تاني في البطولات الافريقيه بس هي كانوا بياخدوا الاول بس الاولمبياد. وبعدين 2019 كنت سافرت بطوله افريقيه برضو حققت فيها الحمد لله، ما كانش احسن رقم بس حققت، ورحت تور في يوروب. يعني هو ما كانش احسن رقم وقتها يا ياسمين، لكن يعني ما شاء الله في تحدي وكفاح واصرار لحد ما احتلت المرتبه الثانيه على قائمه افضل 10 لاعبين في تاريخ جامعه مين في الولايات المتحده الامريكيه، فازاي قدرتي ان انت يعني تتحدي الصعاب للوصول للرقم ده؟ بص هو انا دايما مش ببص على الناس ارقامها عامله ازاي، انا بس ببص على ايه اللي انا اقدر اعمله وبحاول اوصل، يعني بحاول اعمل احسن ما عندي،
ولما بعمل احسن ما عندي بوصل اللي انا عايزاه. انا مش بحب ابص على اللي حواليا، الناس اللي حواليا بس مصدق ايه، صحيح. الناس اللي حواليا مين اللي هيلعب معايا، انا بس ببقى داخله مركزه في ورقتك زي ما بيقولوا يعني. انا مش بحب، انا بالظبط انا مش ببقى متكلم مع اي حد، حتى المدرب بتاعي اللعيب يعني اللعيبه صحابي يبقوا عارفين المود بتاعي في البطوله او حتى قبلها، اللي هو لازم ببعد عن كل الناس، ببقى بس مركزه انا عايزه حاجه معينه، مش عايزه اتكلم مع اي حد. ف يعني ببص ان انا عايزه نط اعلى، ولو نطيت اعلى هكسب او هبقى يعني. انا على فكره لما يعني اتحطيت في التوب 2 يعني كنت توب 2 من التوب 10 ليست، يعني انا ما كنتش اعرف خالص غير بعدها بفتره لقيت الكوتش بعت لي ايميل ان انا يعني رقم 2 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد يعني بعد الاوت دور سيزون دوت ان شاء الله ابقى رقم 1 ان شاء الله. الجول بتاعي ان انا اكسر رقم الجامعه وابقى رقم الجامعه ورقم ولايه مين يبقى باسمي. والحمد لله احنا لسه مخلصين الاندور سيزون بتاعنا، وكانت اكبر بطوله اللي هي امريكا ايست، دي اكبر كونفرنس، فالحمد لله ان انا كسبت البطوله ديت. وحتى الكابتن بتاعي قال لي كان تحدي كبير ان انا جيبت هنا امريكا وانا جايبك عشان تكسري البطوله ديت، وانا مبسوط ان انت كسبتي البطوله ديت عشان احنا كلنا الحقيقه مبسوطين يا ياسمين بيكي، فخورين بيكي. طيب يعني انت دلوقتي اتكلمتي ان انت سافرتي امريكا عشان تلتحقي بالجامعه، مظبوط؟ بصي انا بدات اقدم يعني اول فتره بدات اقدم فيها على سكولرشيب في امريكا منحه دراسيه و20. بصي لا هو كان منحه بس I was transferring يعني انا بدات جامعه في مصر. كنت بتنقلي يعني من جامعه لجامعه؟ وكنت انا اتنقلت، انا اول ما كورونا بدات وقعدنا في البيت كذا حد من صحابي قالوا لي انت ازاي ما سافرتيش امريكا، انت تقدري تسافري؟ فانا قلت لهم اكيد لا، ما حدش هيقدر ياخدني في الظروف اللي احنا فيها ديت. وبعدين امريكا كان ساعتها في بقى انتخابات وكان في ظروف كتير طبعا. مفيش اي حد. فانا بدات اقدم وبدات ابعت في الجامعات، ويعني لحسن الحظ كان في جامعات كتيره جدا ردوا عليا وقالوا لي نقدر نديكي فول سكولرشيب، وكان منهم جامعه مين، بس انا جيت مين عشان هم خلصوا ورقي كله بسرعه. و انت بتدرسي ايه يا ياسمين؟ انا جيت السنه اللي فاتت. نعم بتدرسي ايه؟ انا بدرس ميكانيكال انجينيرنج و اوشن مارين انجينيرنج. طيب ياسمين انا عاجبني جدا عجبني جدا لما بدات الكلام وقلت اللي انت يعني مصريه صنعتي او رياضتك دي صنعت في مصر وتاهلتي في مصر، فانا عاجبني فعلا يعني فكره اعتزازك بمصريتك تحديدا. لكن عاوز اعرف ايه اللي انت واجهتيه من مشقه او صعاب عشان تقدري تاهلي نفسك في لعبه زي دي، لان اعتقد هي بتعتمد على لياقه بدنيه عاليه جدا برضو. يمكن احنا بنتابع دلوقتي فيديوهات ليكي اثناء المداخله، شايف فيها مجهود برضو وفيها يعني نوع من انواع اللياقه العاليه علشان خاطر تقدري تتاهلي وتاخدي الارقام اللي انت قلتيها لنا دلوقتي، الارقام القياسيه دي. وايه النصيحه اللي تنصحيها لكل يعني طالبه بقى موجوده او كل فتاه موجوده في مصر عاوزه تلعب اللعبه دي القفز بالزان؟ بص انا زي ما قلت لك انا كنت بلعب جمباز وقعدت لعبت جمباز 16 سنه، فانا يعني كانت كان بالظبط كان خلاص يعني كان اتنحت فتنس، فانا كنت تحطني في اي رياضه يعني اي ويل فيت ان في اي حته، بس طبعا انا ما كنتش سريعه، كان لازم اجري كتير، كان لازم احط اولويات في حياتي. ودي كانت بدات في 2018 كانت اصعب سنه، كان كنت في ثانويه عامه، كان لازم عليا اتمرن جمباز عشان وكمان اتمرن زينه وكمان دروس بقى ثانويه عامه، ايام الدروس اللي هي صبح وبالليل ديت، وفي نفس الوقت كان عندي بطولات كتير وكان لازم احقق فيها. فالطفره بتاعتي كانت حصلت. انت سامعيني كويس؟ سامعيني ياسمين. اوكي. يعني هي الفتره ديت كانت حصلت 2018، و 2018 ديت هي اللي بينت لي بجد يعني انا محتاجه يعني انا عايزه ايه من الدنيا، اللي هو يعني عايزه حاجه انت لازم بجد تشتغلي عليها جامد جدا. ويعني ايه الاهداف بتاعتك اللي جايه؟ مفيش. نعم يعني قدرت تخليكي تحددي اهدافك او محتاجه ايه؟ بالظبط بالظبط. ايوه هو انا مبسوطه جدا ان 2018 ديت حصلت، انا بجد دي كانت اكتر
يعني من اكتر السنين الصعبه في حياتي. نعم. بس هي بجد علمتني دلوقتي يعني كونت شخصيتك بجد it was really 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 worth it, وبجد كانت يعني تستحق كل الحاجات اللي انا يعني ان انا يعني في حاجات كتير جدا انا استغنيت عنها في السنه ديت علشان اوصل اللي انا فيه. وانا طبعا مش في احسن حاجه دلوقتي بس انا عايزه ابقى احسن. بس هي اولويات تحط يعني انت واولوياتك, شوف انت عايز تبقى ايه وحط ده قدامك واشتغل عليه عشان توصل لدوت. هي كل حاجه ليها ثمنها يا ياسمين, يعني النجاح ليه ثمن كبير والتميز ليه ثمن كبير. طيب ياسمين انت قلت لنا ان انت يعني بطله اتعملت في مصر, صناعه مصريه خالصه, وبعدين لما سافرتي بقيتي كمان بطله بره. لما سافرتي بره حسيتي ان في فرق بينك وبين نفس اللعيبه اللي بتلعب هذه اللعبه قفز بالزانه؟ حسيتي ان التاهيل بتاعهم مختلف, ولا حسيتي ان لا ان تاهيلك بالفعل يضاهي التدريبات ويضاهي المستوى اللي انت شفتي فيه الابطال اللي بتلعب قفز بالزانه بره؟ بصي انا مش فاهمه السؤال بالظبط, بس انا هقول لك يعني يعني انت تاهيلك يعني بصي يا ياسمين هقول لك انت تاهيلك لما انت تاهلتي هنا في مصر اتاهلتي بدنيا لهذه الرياضه في مصر, مظبوط؟ بالظبط. طيب لما سافرتي بره ولقيتي ناس تانية بتلعب نفس الرياضه, حسيتي ان تاهيلك البدني مختلف عنهم؟ هل هم فيهم مثلا يعني في تأهيل مختلف ان كان بالايجاب او بالسلب؟ حسيتي ان في اختلاف, ولا حسيتي ان انت مؤهله بشكل يعني لا في تنافس بينكم, تنافس متساوي يعني؟ بصي هو التنافس فعلا هنا الحمد لله من بيننا متساوي, يعني انا مش ناقصني حاجات كتير قوي ان انا اوصل للي انا عايزاه. هو انا اللي انا عايزاه لحد دلوقتي لسه ما وصلتوش, ان شاء الله يا رب اوصل له قريب. بس احنا كلنا زي بعض, يعني انا الحمد لله مش حاسس ان انا قليله ما بينهم, ما حاسس ان انا فايتني حاجات كتيره, بالعكس انا ماشيه في نفس البيس اللي هم ماشيين فيه ويمكن اعلى منهم بسنه. بس عشان يعني انا عنيده جدا مدربين ولولا عندك ما كنتيش وصلتي للي انت وصلتي له. هم عارفين انا دايما عنيده ودايما بتضايق, يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقني في يومي وتعتن عليا هو التمرين. يعني انا بالنسبه لي شغل الجامعه, يعني انا كويس جدا في الجامعه, انا ما فوتش امتحان مش اي حاجه من الحاجات دي, بس انا جيت امريكا علشان العب زي ما انا ما جيتش امريكا عشان الدراسه. انا كده كنت واخده منحه كامله في مصر, وكنت بعمل برضه بدرس وبشتغل وبتمرن, بس لما جيت هنا ما جيت هنا مخصوص عشان العب زي ما علشان عايزه اكمل حاجه حلك معينه. ف بالظبط, فانا اتمنى ان هو يعني اوصل اللي انا نفسي 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 اروح الاولمبياد الجايه ان شاء الله, واحاول على قد ما اقدر ان انا اشتغل على نفسي واوصل للحلم ده. بس احنا برضو الجامعه عندنا هنا صعبه قوي, فانا مش عايزه برضو اوقع كارير الجامعه مني, لان دوت برضو هيبقى يعني هو ده هيبقى الكارير بتاعي بعد ما وقف العب زينا. وزي ما انت قلتي لو جاز ليا اللي انا استخدم التعبير يعني يا ياسمين اللي انت استخدمتيه على نفسك, عندك ده هو اللي هيخليك اللي انت تقدري توفقي ما بين جامعتك وما بين الرياضه, رياضه القفز بالزينه, وان شاء الله في الاولمبيات الجايه تجيبي لنا ميداليه ترفعي بيها اسم مصر بره. لكن عاوز اعرف منك كده سريعا, لان انت عارفه في اتجاه دلوقتي للدوله لدعم الالعاب الفرديه مش الالعاب الجماعيه بقى فقط, يعني ايه اللي بينقصنا هنا في مصر عشان نقدر نأهل ابطال يقدروا اللي هم يجيبوا جوائز زي الجوائز اللي انت جبتيها كده؟ خبره مش بيحطوا اللعيبه في خبرات خالص, يعني خبره ان هم يعني نسافر معسكرات بره نلعب مع اللعيبه احسن مننا, يشدونا لفوق على نط اعلى نبقى اسرع, اللعيبه مثلا بتوع الجري, اللعيبه بتوع الوزن, اللعيبه اللي بترمي. لما احنا بنلعب مثلا مع لعيبه احسن مننا احنا بنسخن فبنلعب احسن, لكن ان احنا نفضل قاعدين. علشان كده انا جيت هنا عشان العب مع لعيبه احسن, علشان اقدر اتشد لفوق شويه علشان ابقى احسن. لكن انا مش هينفع ان انا بلعب بطولات الجمهوريه بكسب كل البطولات ومش لاقيه اي منافسه ليا خالص, فالموضوع احيانا بيبقى اللي هو انا حاسه ان انا عملت كده احسن حاجه عندي, فخلاص مش عارفه احسن من نفسي, مش عارفه انط اعلى, مش عارفه ابقى اسرع, مش حاسه ان في منافسه. هو احنا محتاجين ان احنا
يعني نسافر المعسكرات، يعني فكره الانفتاح، الانفتاح على الدول الاخرى عشان خاطر يبقى في نوع من انواع التنافسيه اللي تقدر تاهلنا لمستويات اعلى. ياسمين فراج بنشكرك، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وان شاء الله تكوني ضيفه معنا هنا في الاستوديو وانت محققه حلمك الاكبر وانت جايبه ميداليه في الاولمبياد. طبعا كنت معنا ياسمين فرج الحاصلة على المركز الأول في بطولة نيو إنجلاند لولاية مين في القفز بالزانة على مسافة 3.65 متر. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، استنونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. He hits one. Oh, what a goal! هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية، وحقق فريق المصري بورسعيدي فوز مهم على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالفوز ده وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي اللي حقق نفس رصيد من النقاط، وأوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط. تعادل نادي بيراميدز مع خارج ملعبه أمام الصفاقسي التونسي بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهما بالساد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية. تقدم المغربي وليد الكارتي بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل الصفاقسي في الدقيقة 55 من عمر المباراة ليرتفع رصيد الفريق السماوي إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة وبيتأكد صعوده لدور الثمانية، وبينما ارتفع رصيد الفريق التونسي إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة. وامبارح اتدربت لعيبة فريق نادي الزمالك وعملت فقرة تدريبات تأهيلية تحت إشراف أندريا فيليب سوزا مدرب الأحمال استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو، وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات خفيفة بالكرة لمجموعة من اللعيبة اللي شاركوا في لقاء الوداد المغربي. نعى مجلس إدارة النادي الأهلي والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن واحد من أبناء النادي وهو الشاب زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 اللي توفى امبارح. فاز فريق أرسنال الإنجليزي المحترف في الدوري المصري محمد النني على فريق ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبيصل للمركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي. بيواصل كمان أرسنال العروض والنتائج الجيدة وبيقدم خطوة جديدة علشان يحصل مقعد في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاي. وفي الدوري الاسباني ففريق إشبيلية الاسباني تعادل بنتيجة 1-1 مع فريق رايو فاليكانو في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الاسباني، وبكده بيواصل إشبيلية تواجده في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة، ورايو فالينكو في المركز ال 13 برصيد 32 نقطة. وبكده خلصت أخبارنا الرياضية النهاردة، وهنرجع مرة تانية لأحمد وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. امبارح يمكن في حدث من الأحداث المهمة اللي حصلت واللي هي بتتماشى مع رؤية الدولة بإعلانها إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني. اللي حصل امبارح تم توقيع ميثاق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الميثاق ده بيعتبر رؤية أو بيجمع كل الجهود الخاصة بالجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية تحديدا لتوحيد الرؤى والحفاظ على التنمية المستدامة. كان ده بحضور مجموعة كبيرة جدا من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر وممثلين عن مشروعات صحية قومية
بتعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني في الأساس. توقيع الميثاق ده جه انطلاقا زي ما قلت لحضراتكم من إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني. إيه هي أهم بنود هذا الميثاق؟ إيه المحاور اللي هيشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية؟ ده اللي هنعرفه من الأستاذ أو الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اللي منورنا ومعنا النهاردة في هذه الفقرة الخاصة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يعني دكتور في البداية عاوزين نعرف إيه أهمية هذا الميثاق تحديدا للجمعيات الأهلية الكبيرة بقى؟ هو طبعا أهمية هذا الميثاق إنه طبعا يمكن لما الرئيس أعلن أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني ده نقطة انطلاق قوية جدا، وكان لابد أن يتمشى مع هذا الحدث يكون أمر كبير وعمل كبير وعمل دؤوب وتكليف كبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة عامة، وطبعا المؤسسات الكبيرة والجمعيات الكبيرة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة خاصة. نعم. فامبارح كان يمكن انطلاقة قبل جلسة أمس، كان في عدد من الجلسات تمت نظمها الاتحاد العام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة مع مجموعة من رؤساء اتحادات إقليمية والنوعية ومجلس إدارة الاتحاد العام، وانتهى الأمر بعقد جلسة كبيرة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى نتناول الأمر ونشوف نقدر نعمل إيه في 2022. فاتفقت الرؤية أن احنا من الأهمية المكان أن يكون هناك اتفاق وميثاق اللي هو تم توقيعه بالأمس، كان حاضر 24 جمعية ومؤسسة أهلية وبحضور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، واتفقنا على إطار معين وميثاق قوي جدا. يمكن أهم محاور فيه ان احنا بنقول فيه ده ميثاق اخلاقي مهني، الهدف منه ان احنا نقدم خدماتنا للمواطنين بجوده وبكفاءه ويكون هناك شفافيه ونزاهه. ايضا ان احنا نكون في نوع من انواع تبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الاهليه. كلنا بنعمل في مجال التنميه للاسر الاكثر احتياجا والمناطق الفقيره، التنميه بمفهومها الشامل من خلال خدمات صحية متميزة، صحيح. من خلال بنية أساسية، من خلال خدمات تعليمية، من خلال خدمات توعوية. وطبعا يمكن كان حكمة الـ 24 جمعية ومؤسسة أهلية اللي كانوا موجودين بالأمس في تخصصات. فإحنا النهاردة لما بنقول في تخصص جمعيات بتعمل في مجال الصحة فدي هتشتغل بقوافل صحية، في جمعيات تانية بتشتغل في مجال البنية الأساسية وسكن كريم يبقى دي هتشتغل في إقامة المساكن للأسر الأكثر احتياجا، في جمعيات متخصصة في التعليم، في جمعيات متخصصة في توفير المواد الغذائية طعام، في جمعيات شغالة في مجال زي مجال تنظيم الأسرة. كل التخصصات دي كانت موجودة بالأمس، وقلنا إن احنا عايزين تبقى الجهود يعني يبقى في نوع من أنواع التنسيق بين الجهود. يعني احنا لما بننزل مركز من المراكز بنوزع الأعمال على عدد من الجمعيات، كل جمعية بتاخد قرية أو قريتين أو ثلاثة، عشان ما يحصلش إن احنا كلنا نركز في منطقة واحدة ونسيب منطقة تانية يمكن محرومة من الخدمات. أيضا كان في اتفاق بالأمس إن احنا هنا واقفة يا دكتور معلش، يعني حضرتك قلت علشان كل جمعية تنزل تركز في منطقة، هل هنلاقي في تحرك فردي ولا الهدف من هذا الميثاق ان يبقى في تحرك جماعي؟ يعني حضرتك لفت نظرنا ان في يعني تنوع واختلاف في التخصصات، فالنهارده بنلاقي تنمية بتحصل مثلا وليكن في احدى قرى محافظات الصعيد، هلاقي كل الجمعيات ال 24 دول نزلوا لتنمية هذه القرية سواء كان صحيا سواء كان اجتماعيا ثقافيا حسب المجال اللي بتعمل فيه، ولا برضه هو بيتحدد يعني اولويات كل جمعية ومستهدفاتها والباقي يتغير حسب يعني اولويات الجمعيات الاخرى؟ يعني الامرين ممكن يحدثوا، يعني النهارده لما باجي منطقة كبيرة ومحتاجة تنوع في الخدمات يبقى انا هستفيد بكل الجمعيات والمؤسسات الاهليه كلهم في مجال تخصصه. في طبعا جمعيه من الجمعيات بتبقى جمعيه يعني تستطيع تشتغل في اكثر من مجال، او المنطقه نفسها دي محتاجه تخصص معين، يعني هشتغل فيها في القافله الطبيه يبقى انا هحتاج جمعيه من الجمعيات تعمل في مجال الصحه. القريه دي محتاجه مثلا بنيه اساسيه، الجمعيات بتشتغل في جمعيات البنيه الاساسيه وهكذا. هيبقى في نوع من انواع يعني اتفاقيات، وبالمناسبه هيبقى في لجنه عليا هتنسق العمل. وايضا في يعني في معلومات امبارح وبدات تطرح، يعني مؤسسه حياه كريمه عامله
مجموعة إحصائيات وعاملة مجموعة أرقام بتوضح كل أماكن على مستوى الوطن. يعني كل منطقة وكل قرية محتاجة إيه بالظبط. يبقى النهاردة عشان ما نشتغلش بأسلوب عشوائي ولكن بلغة الأرقام، دي المنطقة الأكثر فقراً، دي المنطقة اللي عايزة صحة أكتر، دي عايزة تعليم أكتر، دي عايزة محو أمية، دي مثلاً فيها معدل نمو سكاني مرتفع وعايزين نعمل برامج تنظيم أسرة. يعني مسألة متكاملة عشان ما يبقاش في شغل عشوائي. أستاذ طلعت حضرتك تحدثت أنه هيكون في إطار ميثاق أخلاقي، قود أخلاقي وتبادل خبرات، وبالتالي زي ما حضرتك قلت أيضا تبادل للمعلومات عشان نقدر نحدد احتياجات كل منطقة بعينها. يعني عشان نوضح للسادة المشاهدين يا فندم أنه الموضوع لا يقف فقط عند تبادل الخبرات والميثاق الأخلاقي وتبادل المعلومات، لكن هيكون في جهود ملموسة على أرض الواقع بالاتساق وبالاتفاق مع جهود الدولة. مظبوط كده يا فندم؟ تمام. أنا طبعا حضرتك عارفة أن هي مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي هي انطلقت من العام الماضي، ده جزء يبقى يعني حتى في الاتفاق اللي تم امبارح التوقيع عليه أن احنا هنشارك في المبادرات الرئاسية لمبادرة حياة كريمة. مش واقفة بس على الحكومة. يعني الحكومة هتنفق أكتر من 900 مليار على مستوى المبادره كلها اللي هي هتاخد 1500 قريه، ولكن هل هي الحكومه هي هتبقى المصدر الوحيد لتمويل مبادره حياه كريمه؟ لا طبعا، القطاع الخاص داخل طرف والقطاع الاهلي داخل طرف. صح. يعني جزء اول مبادره حياه كريمه من سكن كريم بتقوم بيه جمعيات ومؤسسات اهليه. طب دي نقطه مهمه يا فندم. يعني في الفتره اللي فاتت الحقيقه كنا بنشوف جهود منفصله ان كان من المجتمع المدني. صحيح. ومن ان كان من قبل كمان الدوله المصريه. عايز اعرف من حضرتك فكره هذه الدراسات والابحاث. يعني كان في بعض الجمعيات الاهليه مثلا بتنزل منطقه بعينها مثلا يبقى في قوافل طبيه، قوافل ممكن تكون بتوزع حاجات على المواطنين، ممكن ما يبقاش في خلفيه الحقيقه كبيره عن احتياجات هذه المنطقه بالفعل. عايز اعرف من حضرتك هذه الدراسه بتتم ازاي؟ هل بتتم بالاتفاق وبالمشاركه ما بين الجهات الحكوميه وايضا جهات المجتمع المدني او الجمعيات الاهليه؟ بتحصل ازاي؟ ده بيحصل ازاي؟ بياخد وقت قد ايه؟ مين اللي بيشتغل عليه؟ هو حضرتك طبعا ده سؤال مهم جدا. احنا طبعا في مجموعه كبيره من المتطوعين بينزلوا على ارض الواقع وبيحصروا المخدمات والمشاكل اللي موجوده في كل مناطق على مستوى الوطن. يعني مؤسسة حياة كريمة وغيرها من المؤسسات عندها مجموعة من الشباب المتطوعين من الجنسين وبتنزل على أرض الواقع، ده مصدر. أيضا وزارة التضامن الاجتماعي برضو عندها قاعدة بيانات كاملة على مستوى الوطن بكل الأرقام وكل الإحصائيات. وامبارح عرض علينا يعني عرض من مؤسسة حياة كريمة موضح فيها كل قرية في 4500 قرية على مستوى الجمهورية، كل قرية المرحلة الأولى محتاجه ايه وبفقه الاولويات، نسبه الفقر فيها قد ايه. لان يعني في دراسه يعني بتقول دكتور ان نسبه الفقر النهارده في مصر 29.7%، ده المتوسط على مستوى الوطن. في مناطق في الصعيد يمكن الفقر فيها اكتر من 60 أو 70%. يبقى انا النهارده بفقه الاولويات هبدا اعمل تركيز عليها في الصعيد. يعني انا النهارده في مسائل بتربطنا، لان احنا هدفنا ان احنا نحقق اهداف التنميه المستدامه 15-30 ورؤيه مصر 20-30. ويمكن زي ما حضراتكم عارفين ان اول اهداف التنميه المستدامه 15-30 اول هدف القضاء على الفقر. نعم. ونمره 2 القضاء على الجوع، ويمكن نمره 17 في الاهداف اخر هدف هي تعميق فكره الشراكه. نعم. وده تم امبارح. في برضه هنا عند فكره الشراكه تحديدا يا دكتور، نقدر نقول ان البروتوكول اللي وقع امبارح ده الهدف منه اللي انتوا تعملوا تحت مظلة أكبر وهي مؤسسة حياة كريمة عشان يتم فيها توحيد الرؤى والجهود وفقا للإحصائيات المحترمة اللي حضرتك ذكرتها والمتطوعين الكبير المنتشرين في كل محافظات الجمهورية؟ احنا كلنا شركاء، وطبعا هم معتبروا امبارح ان الاتحاد العام للجمعية الصيدلية هي المظلة. الاتحاد العام ده اللي بيضم 27 اتحاد إقليمي، بيضم على مستوى كل المحافظات، بيضم اكثر من 30 او 40 اتحاد نوع مركزي. نعم. بيضم 52 الف جمعيه ومؤسسه اهليه. فاحنا كلنا بنشتغل كشركاء، وبرضو يعني احنا برضو امبارح كنا حريصين ان نحط في البروتوكول او في ميثاق لا تدخل في شؤون اي جمعيه في لوائحها الداخليه ونظامها الاساسي. وايضا البروتوكول امبارح اعلنا برضو بس مدى الالزاميه بقى، يعني موضوع ميثاق الشرف بقى. ده الالتزام المهني والشرف. احنا مجتمع اهلي ممكن نلتزم بمجرد الكلمه،
لان احنا يعني انما بوجود وقعنا على ذلك. وايضا قلنا البروتوكول هل هو قاصر على 24 جمعيه ومؤسسه اهليه والاتحاد العام ومؤسسه حياه كريمه؟ لا، الباب برضه ما زال مفتوح. قد تكون في فتره بعد ما بعد الامور ما تبدا تنتشر والعمل يتم على ارض الواقع بشكل قوي جدا، يعني علم حضراتكم ان شاء الله المواطنين هيحسوا بهذا العمل سريعا جدا. يعني احنا النهارده في اجتماع اخر، في مجموعه سياسات هتتم. المساله مش هتبقى قضيه ان انا هعمل بنيه اساسيه وهشتغل في قصص مهمه جدا، مثلا محو الاميه تمكين الاقتصاد شامل. طبعا عايز اشتغل في قضيه مهمه جدا، اهم قضيه بتشغل البال العام والراي العام، وهي ام المشاكل، القضيه السكانيه. صحيح. ارتفاع معدل النمو السكاني، فهتبقى في برامج لتنظيم الاسره، يعني في برامج هتمشي مع مبادره اللي اطلقها الرئيس. لسه في انطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه الاسره المصريه. مبادره تنميه الاسره اطلقها الرئيس، هنشتغل عليها بمحاورها. دي المحاور اللي هيتم نشرها النهارده يا فندم في الاجتماع؟ يعني هنبدا بقى، احنا هنعمل حضرتك، بدانا اللجنه يعني امبارح كان رؤساء الجمعيات والمؤسسات والاتحاد العام ووقعنا فعلا. النهارده في لجنه تنفيذيه هتبدا تحط خطط تنفيذيه، تحط اليه العمل او خطه العمل. وبعدين هيبقى في امانه عامه مستمره. يعني هو الموضوع واخد جديه بشكل قوي جدا، لان احنا توحيد الجهود ده شيء مهم جدا. صحيح. كل جمعيه زي ما حضرتك بتقولوا كان بتشتغل بشكل منفرد. طيب استاذ طلعت، هنا بقى تيجي سؤال ممكن يعني يعدي على يعني بعض المشاهدين يتساءلوا في النقطه دي. فضل. بعض الجمعيات الاهليه كان ليها نشاط خاص بالافراد، بمعنى مثلا يعني جهود لافراد في قريه بعينها، يعني مثلا فرد محتاج فتح باب رزق، فرد محتاج طرف صناعي، ما الى ذلك. هل الجهود الفرديه دي هي برضو هيستكمل العمل عليها بجانب الجهود الاخرى، يعني بجانب او تحت مظله حياه كريمه، ولا كله هيكون تحت مظله حياه كريمه حتى هذه الجهود الفرديه؟ احنا حضرتك اي جمعيه بتشهر بتحط في مجال عملها وميادين عملها الانشطه اللي بتقوم بيها. فمثلا انا كجمعيه، في جمعيات بتشتغل مع ذوي الاعاقه، في جمعيات بتشتغل مع البيئه، في جمعيات بتعمل لدعم الاسر الفقيره والاكثر احتياجا. فكل جمعيه من جمعياتنا من 50,000 جمعيه او اكثر، ده محدد مجال عمله ومدانه ومش هيسيب اعماله، بالعكس كلنا بنستكمل. وبعدين حتى مبادره حياه كريمه بعض الناس مش واخده بالها شويه، هل هي مبادره حياه كريمه يعني هي معنيه بس بالانفراستراكشر او البنيه الاساسيه اطلاقا؟ لا، يعني مبادره حياه كريمه بتشتغل على البنيه الاساسيه، ان انا اوفر كوب مياه نظيف، صرف صحي امن، بوفر سكن كريم، بوفر طرق محترمه، جوده معيشه بكل التفاصيل. ومع ذلك المواطن بقى هنا بقى تمكين اقتصادي، ده محور مهم جدا شغال عليه مؤسسه حياه كريمه. يعني ومبادره تنميه الاسره الجديده صحيح شغاله بفكر جديد. احنا كنا دايما بنشتغل على قضيه تنظيم قضيه السكان بقضيه تنظيم اسره فقط. الفكر الجديد اللي اطلقه فخامه الرئيس في اعلان مبادره تنميه الاسره، ان احنا عايزين نمكن الاسره اقتصاديا واجتماعيا خاصه المراه المصريه. وهو ده يا دكتور اللي احنا بنتكلم عليه، مش فكره ان انا بدخل اطور القريه دي او ارفع من كفائتها فقط وامشي، لا، احنا هنا بندور على الاستدامه، وهو ده المدلول الحقيقي لكلمه الاستدامه. الاستدامه هنا اللي انا بيبقى فيه تمكين اقتصادي، تمكين ثقافي، بيبقى فيه تاهيل في كل مناحي الحياه للارتقاء بمستوى المعيشه. عشان كده حضرتك، عشان كده بعد اذن حضرتك يعني اتفضل بس سريعا عشان عندنا موجز بس. لا، عشان كده سريعا خالص، احنا قلنا طيب بعد حياه كريمه بتتم هيحصل ايه حضرتك؟ الجمعيات الاهليه اللي موجوده في قريه هي هتبقى مسؤوله على الحفاظ على المكاسب اللي تمت. صحيح. لان الحكومه وده الهدف من التنوع اللي بالزبط. موجود في الميثاق، التنوع الهدف منه التكامل بالزبط. في الاخر يعني دكتور طلعت عبد القوي الامين العام رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، بنشكر حضرتك فندم لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر. شاهدينا 9 صباحا وموجز لاهم الانباء مع دينا شرف. دينا اهلا بك من جديد. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أرنب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كومومبو ووادي الصعيدة. وفي اجتماع آخر مع مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية، خاصة أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة. وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر، خاصة ما تم إنجازه من مساحات مزروعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وما كل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة وكذلك السلاسل التجارية المختلفة والمعارض قبل حلول شهر رمضان المبارك بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسعار. وخلال اجتماعه مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان المعظم، أشار مدبولي إلى استعدادات إقامة معرض أهلا رمضان بالقاهرة الكبرى والمحافظات والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة. طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي ناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبرا أن الامتناع عن ذلك سيؤدي إلى هجوم روسي على دول الحلف. وقال زيلينسكي بأنه حذر بشكل واضح العام الماضي قادة الناتو من اندلاع الحرب في حال لم تتخذ إجراءات احترازية صارمة حيال روسيا، مشيرا إلى أنه سيصر في المحادثات مع روسيا على عقد اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين. تعقد اليوم جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو كونفرنس بين روسيا وأوكرانيا، وأكد ميخائيل بودولياك المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هدف الجولة هو عرض خلاصة النتائج الأولية لمباحثات الجانبين، مشيرا إلى أن مجموعات العمل تنشط بانتظام وأن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما. ومن جانبه قال ليونيد سولوتسكي أحد أعضاء الوفد الروسي إن المفاوضات تحرز تقدما، مشيرا إلى أن هذا التقدم سيؤدي قريبا جدا إلى موقف مشترك بين الوفدين وإلى وثائق لتوقيعها. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أسوأ سيناريو في مدينة ماريوبول لجنوب شرق أوكرانيا في حال لم يتم التواصل بشكل عاجل إلى اتفاق إنساني، وأكدت اللجنة في بيان استعدادها لتكون وسيطا محايدا لتسهيل الحوار بين الطرفين بشأن هذه المسائل الإنسانية. وأوضح البيان أن المعاناة الإنسانية هائلة، مشيرا إلى أن السكان بمن فيهم العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرغمون على الاختباء في ملاجئ تحت الأرض بدون تدفئة، ويتعين عليهم المجازفة بحياتهم للخروج لوقت قصير جدا من أجل الحصول على طعام ومياه. يلتقي اليوم في العاصمة الإيطالية روما مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانج جيشيسي. وأوضح بيان صادر عن متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أميلي هورن أن اللقاء سيتناول الجهود الجارية للتعامل مع الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي. وكانت بكين أكدت الأسبوع الماضي بأن صداقتها مع روسيا لا تزال صلبة، وعربت عن استعدادها للقيام بوساطة تساهم في وضع حد للحرب. أعلنت مؤسسة حياة كريمة تواصل توزيع صناديق المواد الغذائية لليوم الثالث على التوالي بمراكز محافظة الغربية والكرة التابعة. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن قوافل المواد الغذائية تشمل عدد 200 ألف كرتونة
مواد غذائية لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. يمكن في بدايه الحلقه كنا بنتكلم مع حضراتكم بخطه الدوله واستراتيجيه الدوله لتحقيق الاكتفاء الذاتي من يعني سلع كثيره جدا. والحقيقه انه في اهتمام كبير تحديدا بتنميه قطاع الثروه السمكيه، خاصه من خلال انشاء مصانع الاعلاف السمكيه، تطوير البحيرات على مستوى الجمهوريه. الحقيقه ان مصر عندها موارد مائيه متعدده، ان كان البحر الاحمر، البحر المتوسط، ايضا مياه النيل، البحيرات الطبيعيه الموجوده، ايضا بحيرات الاستزراع السمكي. ويمكن كمان امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كافه الموارد الماليه اللازمه لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وده بطبيعة الحال لتزويد البحيرات بالذريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، أيضا تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية في مصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس عماد وصفي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا مصر. صباح الخير لكل مصر يا رب. صباح الخير يا فندم. طيب، يمكن احنا قبل الهوا كنا بنتكلم مع حضرتك عن وضع مصر تحديدا في قطاع الثروة السمكية، وحضرتك طمنتنا ان احنا تقريبا قدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي. عندنا يعني خلينا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين يا فندم، مصر فعلا وصلت لفين في هذا القطاع تحديدا؟ لانه قطاع هام، وايضا هو يعني الثروه السمكيه هي مصدر هام جدا من مصادر البروتينات. تمام. حضرتك بدايه انا احب اطمنكم ان الوضع في السمك في مصر مطمئن، وهقول لكم ليه. بس الاول هدي صوره كده عن يعني الانتاج عامه. اتفضل. حضرتك مصر بتنتج حوالي فوق ال 2 مليون طن سمك من جميع مصادرها، سواء استزراع، مصايد بحريه في البحر، بحر المتوسط، بحر احمر، قناه السويس، خليج السويس، او حضرتك نهر النيل، او البحيرات اللي موجوده عندنا على مستوى الجمهوريه. في الاخر مجمل الانتاج دوت بيديني اخبار حضرتك مؤشر في الاخر، اللي هو ايه؟ ان حضرتك ان لو انا عندي مشكله في السمك هتلاقي اسعار السمك بتزيد قفزات كده، على الرغم ان كل مستلزمات الانتاج تقريبا بتزيد. يعني احنا حضرتك بقى لنا كام سنه مستلزمات الانتاج كلها بتزيد، ما بين علف وطاقه ونقل و و و و والاسعار تقريبا شبه ثابته. ده يديني ده مؤشر، بالاضافه ان حضرتك ان في جزء بيتم استيراده، ده لبعض الاصناف اللي هي بتبقى حضرتك ما بتتعيش في البيئه المصريه بتاعتنا واجواءنا. وده شيء اخبار حضرتك موجود في كل الدنيا، يعني حضرتك مش كل اصناف الدنيا بتعيش في مكان واحد. احنا طبيعتنا موجودين في منطقه جغرافيه واحده، لينا ظروفنا، فاللي بيتعايش معاها هو ده اللي بيتعايش، او بنستزرع اللي يتعايش مع ظروفنا. في مثلا حضرتك احنا بنستورد حوالي من 400-450 الف طن، دي اغلبها اسماك مش موجوده، اللي هي زي مثلا سمكه الهرنج، التونه، السيمون في مي، شويه جمبري، الناس اللي بتحب الجمبري، لان انتشرت كتير قوي ثقافه الجمبري سواء كساندويتش او كوجبات او 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 او، فبقى عليه طلب بقى بزياده. بقى طبعا ملاحظه ان احنا سوقنا سوق كبير، احنا بنتجاوز ال 100 مليون. كمان بالاضافه حضرتك بنستورد بعض الاسماك الشعبيه برضو محببه لدى بعض الناس، اللي هي زي اسماك الماكريل والسلمون والحاجات دي. فده حضرتك ده المجمل العام. لكن الانواع الطبيعيه عندنا تقريبا شبه اكتفاء ذاتي منها، لو بنتكلم على بلطي، بوري، الكلام الاسماك التقليديه اللي اعتدنا عليها احنا حضرتك كسوق محلي. احنا عندنا سمكه البلطي بتمثل 80% من انتاج مصر، واخد بال حضرتك، من السمك او من الاستزراع، من يتم الاستزراع، والاستزراع بيمثل 80%، والمصايد الطبيعيه بتمثل 20%. هتقولي ان الرقم ده قليل مش متناسب مع ده، هقول لحضرتك ان احنا الانتاج عندنا ما قلش، واخد بالك حضرتك، في المصايد الطبيعيه احنا كثفنا في الاستزراع لغايه وصلنا لهذا الرقم، بحيث ان ايه؟ ان انا بوفر المنتج موجود في السوق لينا كلها. وده على فكره في العالم كله، ان المصادر الطبيعيه في حاله شبه ثبات او انخفاض، او يعني ما فيش زياده فيها، لان حضرتك تقريبا يعني العالم كله وصل لاقصى طاقه قصوى من الانتاج من المصادر الطبيعيه. صحيح. فكان البديل على مستوى العالم كله، واحنا من ضمن مصر، من ضمن العالم ده كمصر، ان احنا توسعنا في الزراعة. النهارده عند حضرتك لو حضرتك عملت بس مؤشر اقول لحضرتك بسيط، ان هو سعر كيلو البلطي مثلا، اللي هي السمك الشعبيه اللي هي اللي احنا بنتميز بيها مصر، اللي اسمها البلطي النيلي تحديدا مثلا. حضرتك لو عملت مقارنه مثلا في 5-10 سنين لورا، هتلاقي نسبه التحرك طفيفه مش كتيره. تعالي بقى قارني بالبدائل الاخرى.
هتلاقي فيه قفزات. ده يدل على حاجه اسمها ان المعروض الموجود في السوق بيلبي الطلب يعني متوائم مع احتياجات السوق. يمكن زي ما حضرتك قلت يمكن الاسماك انواع الاسماك اللي احنا بنستوردها يمكن اسماك شويه يعني للرفاهيه يعني مش الاسماك اللي احنا متعودين ان احنا نستخدمها بشكل يعني في روتيننا اليومي او في طبيعه الوجبات اللي بناكلها. تمام بس هي مش كلها واخد بال حضرتك رفاهيه، في جزء طبعا فيها رفاهيه وفي جزء واخد بال حضرتك شعبي بيلبي برضو مطالب واسواق برضو موجوده في السوق. طب خلينا نعرف من حضرتك يا فندم، يمكن احنا اتكلمنا عن الاستهلاك المحلي لكن هنتكلم عن الصادرات. يعني مصر بتصدر من حوالي من 30,000 ل 35,000 طن سنويا، ايضا احنا يعني مستهدف كمان ان احنا نفتح اسواق جديده وان احنا كمان نزود صادراتنا من الاسماك. عايز اعرف من حضرتك وصلنا لفين في هذه النقطه تحديدا، وكمان عايز اعرف مصر يعني بتصنف ازاي في ان كان اتكلم تحديدا على صادراتها السمكيه. هو حضرتك بالنسبه للتصدير احنا الرقم بتاعنا برضو يعني مش كتير، ولكن لازم نراعي برضو احنا سوقنا مستهلك كبير. يعني احنا برضو في سوق في 100 مليون مواطن يستهلكوا. طبعا في حضرتك في اجراءات بتتم واخد بالك لذات الاستيراد، بنتواصل مع الجهات العالميه كلها عشان نقدر نصدر منتجنا. في حضرتك الشغل اللي بيتم في البحيرات ده كلها لتحسين جوده الميه للبيئه السمكيه البيئه المائيه اللي بيعيش فيها السمك، بحيث ان في الاخر لما بتطلع منتج قابل للتصدير. واعتقد يعني لو حضرتك تتابعوا معايا مثلا من كام سنه ما كانش في عندنا مشاريع عملاقه عملت مشاريع عملاقه نموذجيه بتتعامل ازاي، يتعامل مع من الزريعة الصغيره لغايه ما بيوصل منتج ممكن يكون مجهز او معلب. كل دي حضرتك منتجات بيتم انتاجها هي للسوق المحلي في المقام الاول، وبعد كده حضرتك ما يفيض عن الانتاج عندي بقى اصدره للخارج. ودي نقطه مهمه ناكد عليها. طبعا انا حضرتك انا عندي سوق كبير جدا يعني معلش يعني انا في دول مثلا ما تجيبش قد العاصمه مثلا صحيح ويعتبر سوق كبير. طيب. فمتخيل حضرتك انا برضه يهمني المواطن اللي عايش في البلد يلاقي المنتج اللي هو عايزه بسعر مقبول عليه وبجوده عاليه وده شيء اساسي. لكن برضه هذا احنا شغالين بالتوازي برضه ان ملف التصدير بيلاقي اهتمام من اعلى المستويات. صحيح. يعني مش عايز اقول لحضرتك في جهد شغالين فيه ان في تطوير بحيرات تطبيق قوانين صيد حضرتك في كمان البحيرات دي بيتم هيتعمل لها كنترول بحيث ان السمك اللي يطلع منتج عالي الجوده للاستهلاك سواء كان للاستهلاك المحلي او للتصدير ممكن ومقبول. ده اللي بياكده اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وتوجيهه بانشاء المفرخات السمكيه يعني وتخصيص كل الموارد الماليه تحديدا لانشاء هذه المفرخات السمكيه. ايه هي المفرخات السمكيه بقى للمشاهد اللي بيتفرج علينا نبسط له المعلومه كده واهميتها في تحقيق برضو الاكتفاء الذاتي. حاضر يا فندم. بص يا فندم مفرخ سمك يعني ايه؟ هنقول ببساطه مفرخ سمك عباره عن ايه؟ ان هو عباره عن اكسار صناعي ما بين حضرتك في الطبيعه الذكور والاناث بيحصل نوع من انواع التزاوج واخد بال حضرتك بيعيش في الطبيعه مع البويضات مع اسماك الذكور فبيتم تخصيب ده بيتم في الطبيعه بصوره طبيعيه. فبنيجي احنا حضرتك بقى في المفرخات الصناعيه بقى اسمها مفرخات سمكيه صناعيه ان انا بوفر لهم البيئه دي في اماكن اندر كنترول بدرجات حراره ميه تغذيه بحيث ان انا اعمل التفريخ وفي حسن حظنا ان سمكه البلطي برضو الاساسيه بتاعتنا سمكه متوائمه مع مصر وبتعمل اكتر من كذا تفريخه في السنه. فكان فخامه الرئيس كان وجه ان فعلا لازم يتم رفع كفاءه وتحديث المفرخات على اعلى مستوى، وحتى كان هو سيادته كان مجتمع امبارح مع الساده المسؤولين ووجه قال لك توفير كل المطالب. ليه؟ لان حضرتك عايز يعمل مفرخات سمكيه توفر زريعه في مستوطح المائيه هتزود كميات هيزود واخد بالك انتاج بالتالي هيبقى ليه مردوده على المنتج في هنا. هو تحديدا الرئيس كان حتى معالي وزير الزراعه كان موجود مع السيد رئيس الهيئه موجودون كانوا في اسوان من كام يوم عشان خاطر بحيره ناصر هيتم فيها في ثلاث مفرخات موجودين هناك هيتم رفع كفاءتهم على اعلى مستوى زي ما السيد فخامه وجه بكده حضرتك دي عشان خاطر ارفع الكفاءه ازود الزريعه اللي بتلقى في بحيره ناصر بحيره السد العالي بالاضافه مش قد ان عامل مفرخات لا ده في اجراءات متوازيه معاها اللي هي تطبيق قوانين الصيد بكل جديه وصرامه منع الصيد المخالف. كبيره بقى عاوز اقف عندها اتفضل يا فندم. لان تطبيق قوانين الصيد لما نزلنا مثلا بحيره المنزله كان في بعض الناس بتصطاد الزريعه وتحولها لعلف
ازاي بيتم التصدي لهذا النوع من الصيد يعني او الغير المشروع والمفروض اللي هو محرم يعني، وازاي بيتغلظ العقوبه؟ بص يا فندم، وحضرتك ما بقيت الدنيا يوجد المخالف صحيح وغير المخالف، واخد بال حضرتك، ولكن الحكومه في كل اجهزتها طبعا، هيئه الثروه السمكيه، حرس حدود، مسطحات مائيه، بيئه، كل الجهات المعنيه حضرتك بتقاوم هذا الاتجاه. ولكن احنا كان عندنا لغايه يعني في لغايه 10 اللي فات شهر اكتوبر اللي فات، اكتوبر اللي فات ده صدر القانون بتاع قانون حمايه البحيرات وتنميه الثروه السمكيه رقم 146 لسنه 21. حضرتك غلظ القوانين، ابتدى بقت في اجراءات هتكون اشد، هيبقى فيها طبعا هو طبعا بتقاوم وبتاخد عقوبات وبيتم هذا الكلام. ولكن حضرتك انت متخيل ان انا القانون القديم اللي كنت شغال بيه، تخيل من سنه 83 كان قانون 124 لسنه 83، طبعا حضرتك يعني كانت الدنيا غير الدنيا، اعداد غير الاعداد، طبيعه المخالفات كانت برضو مش بالكثره دي ولا نوعيتها، بقى في بقت محتاجه فعلا تعديل تشريع، وبفضل ربنا وبرضو من توجيهات فخامه الرئيس فعلا القانون صدر، وبقى هيبقى في جهاز لحمايه البحيرات وتنميه الثروه السمكيه مع تغليظ عقوبات المخالفين، بما هيبقى في حضرتك هيبقى في متابعه لكل الانشطه، هيبقى طبعا محاربه للتلوث. يعني ان شاء الله في خلال فتره قريبه هتلاقي مردود هيكون ايجابي على القطاع ان شاء الله. طيب باشمهندس عماد، يمكن احنا الحقيقه زي ما حضرتك قلت تقريبا وصلنا لاتفاق الدايتي، مصر الاولى افريقيا والسادسه عالميا في انتاج البلطي، لكن احنا دايما بنطمع دايما بنكون طماعين في الخير الحقيقه ان شاء الله. عايز اعرف من حضرتك المحاور الاستراتيجيه اللي الدوله بتسير عليها، او يعني الخطه اللي الدوله بتسير عليها عشان نقدر ان احنا نزود كمان من انتاجيه الاسماك لدى مصر. هو حضرتك الخطه ماشيه في كذا اتجاه. حضرتك اولا كمصائد طبيعيه بيتم مراقبه للمصيد، بيتم مراقبه للانتاج اللي طالع، للمراكب اللي نازله بتصيد، واخد بال حضرتك، في الشباك اللي بيتم استخدامها بيتم مراقبتها، هيتم واخد بال حضرتك يعني تغيير وهيكله هذه المنظومه بحيث انها ان السمكه اللي هتصطاد تكون السمكه الاقتصاديه، والغير اقتصاديه تفضل تاخد دورتها في النمو. دورتها في النمو يعني تكاثر، يعني حجم اكبر. في كمان حضرتك في كان فخامه الرئيس كان وجه برضه فترات الرعايه البيولوجيه. فترات الرعايه البيولوجيه عباره عن ايه؟ ان انا باجي مثلا اشوف في مسطح ما الاسماك الاقتصاديه اللي فيه الفتره بتاعت النمو والتكاثر، واخد بال حضرتك، والزراعه تكبر طبيعي. فبيتم دراستها طبعا مع الجهات العلميه في مصر، معاهد البحوث، الكليات الثروه السمكيه، معدن البحار، احنا بيئه، كل الجهات ذات الصله. حضرتك بنحدد وقت مثلا شهر مثلا على سبيل المثال بحيره ناصر من يوم 15 3 ده هيتم وقف الصيد فيها شهرين، مع متابعه ما فيش سروح مراكب، ما فيش سمك يخرج، هتحكم المنافس ان عايز ان ايه تبقى راحه بيولوجيه. السمكه حضرتك هتبقى تقدر تتكاثر براحتها، الزريعه الصغيره هتاخد فرصتها في النمو، بالاضافه ان حضرتك في حاجه ان السمكه المطارده معدلها في النمو بيبقى ابطا بكتير من السمكه اللي مش مطارده، سواء مواتير، سواء صيادين، سواء شباك، سواء اي من الحاجات اللي هي المزعجه دي، بتاخد فرصتها في النمو افضل. فده حضرتك ده على سبيل المثال في مسطح ناصر، لكن على مستوى الجمهوريه هيراعى طبعا، ومش كل اللي واقف يبقى كله مع بعض، كله مسطح ليه اسماك اقتصاديه. طيب يمكن حضرتك بتتكلم في نقطه وهي يمكن استغلال الموارد المائيه، ان كانت الطبيعيه او بحيرات الاستزراع السمكي، لكن في نقطه ثانيه كمان اتكلمنا عليها في البدايه وهي فكره الاعلاف السمكيه. احنا بقينا بننشئ مصانع للاعلاف السمكيه، زي ما حضرتك كمان اتكلمت على البنيه التحتيه، الطرق، طريقه النقل، حفظ السمك وما الى ذلك. مصر عملت ايه في هذه القطاعات تحديدا؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا كمصانع اعلاف الدوله فيها يعني مصر سواء الهيئه كان عندها مصانع محتاجه تطوير، الدوله في المشاريع العملاقه اللي اتعملت عملت مصانع على اعلى مستوى، بالاضافه لدور القطاع الخاص ان عامل مصانع وفي شركات بتقدم انواع علف على درجه عاليه من الجوده، بتختلف من انواع اسماك لبعضها، بالاضافه الى حجم السمكه برضو، واخد بال حضرتك، نوع العلف بيختلف، كل ده بقى متوفر. بس هو للامانه برضو عشان نبقى منصفين ان المدخلات بتاعه الاعلاف تبقى اغلبها مستورده، اللي هي فول الصويا، الذره الصفراء، مسحوق الاسماك، ودي طبعا مرتبطه بسوق عالمي وباسعار، لكن شغالين فيها ان شاء الله.
بس شفنا في المصانع اللي اقيمت مؤخرا لانتاج الاعلاف من انواع مختلفه، يعني هو الهدف منها هو رفع الكفاءه وتوفير انواع، مش هقول بقى انواع جديده لان الانواع اوريدي او بالفعل موجوده عندنا، هو فكره اللي هو اتاحه هذه الانواع بكثافه. ويمكن السبب كمان اللي حضرتك ذكرته وهي حاجه مهمه قوي، فتره الراحه الطبيعيه. فتره الراحه الطبيعيه دي اللي انا ما اخدش خير البحيره كله وبعد كده ابتدي اللي انا اعمل زريعه فيها بشكل مخلق او مصنع، لا انا بسيبها بطبيعتها. ده يخليني اروح اسال حضرتك بقى سؤال مهم جدا، اكثر البحيرات انتاجا للاسماك في عذره اقول لحضرتك بحيره المنزله مع بعض الشغل اللي اتعمل فيها اترفعت وقربت توصل وصلت ل 90,000 طن. في حضرتك عندي بحيره البرولوس برضو شغالين فيها برضو ابتدت وصلت تجاوزت ال 100,000 طن. فكل يعني انت لو شفت حضرتك انا من كام سنه شغل من نقول مثلا من 15 مثلا ابتدى الانتاج طلع نسبه يتضاعف مش قليله لسه زراعه برضو زاد. وكل الانتاجات اكثر انواع الاسماك شهره بقى فيها اللي موجوده حاليا في الاسواق قدام المواطنين يا فندم. البولت السمك الشعبيه المصريه بتاعتنا، السمكه دي المفروض دي تراث نفتخر بيه، يعني كانت موجوده في المعابد الفرعونيه سمكه البولت النيلي، ده مسجله باسمنا في العالم يا فندم. وسمكه محترمه، سمكه ما فيهاش سافه زي بعض الاصناف الثانيه، مقبوله فيها بروتينات كويسه، فيها حضرتك معادن، فيها فيتامينز، سمكه يعني المفروض نفخر بيها يعني. طبعا يعني كمان بنفخر الحقيقه بجهود في قطاع الثروه السمكيه، جهود كبيره جدا وملحوظه مش بس في مصر لكن عالميا ايضا. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عماد وصفي رئيس الاداره المركزيه للتنميه والمشروعات بالهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه، نورتنا يا فندم. العفو يا فندم، ده النور لينا، ويا رب كده يا رب يكون مصر في خير وسلام، وانا شخصيا على المستوى الشخصي متفائل ان بكره هيكون احسن ان شاء الله. اكيد بكره هيكون احسن يعني بفضل يعني قياده سياسيه واعيه وجهود حضراتكم باهميه الحاجه اللي بتعملوها وبتعملوها بتفاني واخلاص شديد. بنشكرك يا باشمهندس على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ويمكن مشاهدينا زي ما احنا ما تابعنا من خلال هذه الفقره، يعني هي رساله طمأنه كل الناس اللي عندها نوع من انواع التخوف لنقص يعني سلع ما، لا الحمد لله في جهود كبيره قوي بتقوم بيها كل الاجهزه المعنيه وكل المؤسسات المعنيه لتوفير كافه السلع الغذائيه اللي من بينها طبعا يعني بنتكلم على الاسماك كثروه سمكيه وبروتينيه هائله جدا عشان خاطر يبقى عندنا يعني نوع من انواع الاكتفاء الذاتي، فمحدش بقى يتكالب وحد يتصارع اللي هو يحفظ السلع اللي موجوده ونشتري بكثره عشان خاطر نخزنها وفي النهايه الاسعار تعلى ونسال الاسعار بتعلى ليه. احنا يعني انت سيد قرارك، اي فعل هتقوم بيه هينعكس عليك سلبا او ايجابا، فلازم يكون في نوع من انواع التأني واحنا يعني بنشتري واحنا بنقبل على الشراء تحديدا علشان ما نخليش نفسنا يعني تحت رحمة او تحكم جشع التجار. طيب مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودايما لما بنقول مصر بتيجي للأذهان كتير من المقاصد السياحية، لكن في الحقيقة بتظل سيوة واحدة من أجمل وأهم المقاصد السياحية المصرية، يمكن مش بس اللي موجودة في مصر لكن اللي موجودة على مستوى العالم واللي بقت وجهة مفضلة محليا وعالميا، لكن كان بينقصها بعض لمسات كده بتعود بيها لطبيعها المعماري الفريد مرة تانية خاصة في منطقة وسط سيوة تحديدا. وده اللي بدأ بالفعل من امبارح وهنعرف عنه تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ محمد عمران جيري وهو مدير إدارة السياحة بمجلس مدينة سيوة. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير سادة الأمانة وبالطبع على كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. عاوزين نعرف بقى من حضرتك يعني سيوة تحديدا إيه اللي بيحصل فيها، التفاصيل بقى المعمارية الجديدة اللي بتحصل علشان يتم إعادة ترميم ورفع كفاءة مباني الواحة تحديدا. طبعا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة تطوير واحة سيوة وتنمية واحة سيوة بما يحافظ على الهوية الخاصة بواحة سيوة خاصة الهوية المعمارية اللي بتميز واحة سيوة عن أي مكان آخر في العالم. بتنسيق بين المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم توقيع بروتوكول تعاون
هذا البروتوكول يهدف إلى إعادة المظهر الجمالي والحضاري لوسط مدينة سيوة، خاصة منطقة شالي الأثرية اللي شهدت في الآونة الأخيرة إعادة ترميم وإعادة لهيئتها التي كانت عليها في السابق. بالفعل كما أشرت بدأ بالأمس العمل على أرض الواقع لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لوسط مدينة سيوة خاصة منطقة شالي من خلال الآتي: إعادة تخطيط وسط المدينة بحيث يتناسب مع الحركة السياحية التي بتشهدها الواحة خاصة في الآونة الأخيرة، إعادة الطراز المعماري وهي عمارة الكرشيف وهي عبارة عن عمارة الملح والطين التي تتميز بها واحة سيوة، بحيث يتم توحيد واجهات المحال التجارية والمنشآت والمنازل بلون موحد. أيضا سيتم العمل على عمل لافتات للمحال والمنشآت أيضا بشكل موحد، وسيتم استخدام الخامات المحلية اللي تتميز بها الواحة. أيضا سيعاد تخطيط الحديقة بوسط المدينة بحيث أن هي تكون متنفس لأهالي سيوة وأيضا لزوار الواحة، خاصة أن هي تقع يعني مواجهة تماما لقلعة شالي الأثرية اللي بنعتبرها رمز الواحة. أيضا سيتم توفير ممشى بحيث ان احنا عندنا يعني ناس كتير وبتشهدها سيوة، وعندنا كمان منطقة البازارات حوالين شالي، منطقة المحال التجارية اللي بتشتهر ببيع المنتجات المحلية الخاصة بواحة سيوة. كل هذه المنطقة سيعاد إليها الرونق الخاص بها، فرحة كبيرة هنا بواحة طبعا يا فندم. يعني يمكن كمان الفرحة أولا أن احنا الهوية، هوية واحد سيوة هتبقى واضحة بشكل أكبر، وأيضا فكرة أنه ما بقاش خلاص في مركزية في الخدمات، يعني ما يحدث هنا في قلب القاهرة يحدث أيضا في واحد سيوة. طيب خليني أعرف من حضرتك يا فندم، كم مبنى ومحل هيتم عمل وجهات ليهم من مادة الكرشيف زي ما حضرتك قلت؟ وكمان سؤال آخر يا فندم، يعني هل معنى كده أنه المباني الخرسانية الحديثة اللي تم إنشائها من فترة يتم عمل وجهات ليها هي كمان؟ طبعا كل المنشآت بمنطقة وسط المدينة من أمام المسجد الكبير أو مسجد الملك فؤاد كما نسميه هنا بواحة سيوة حتى شارع أنور السادات وكل المنطقة المحيطة بقلعة شالي الأثرية، كل هذه المنطقة سواء مباني بالكرشيف أو مباني بالخرسانة أو محال تجارية أيا كانت المنشأة. وتم الحمد لله كمان عقد حوار مجتمعي مع السيد المحافظ مع أهالي سيوة، وهم يعني مؤمنين تماما بأهمية أن احنا نحافظ على ده، وده هيكون له مردود كبير في المستقبل على الحركة السياحية على الكبير من المنشآت، خاصة المنطقة يعني ملأة بالمحال التجارية اللي بتبيع منتجات سيوة والكل يتردد عليها. فبالتالي بإذن الله خلال يعني أيام قليلة سنشاهد منطقة وسط المدينة في أفضل حلة وفي أفضل صورة معبرة حقيقة عن واحد سيوة اللي احنا كأبناء سيوة دايما بنحلم بها. هناك طبعا مشروعات كثيرة ومشروعات قومية بتشهدها الواحة، واحنا خلال الفترة القليلة المقبلة سيوة ستنتقل نقلة نوعية مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق إن شاء الله. نعم. طيب استاذ محمد، واحنا بنتكلم هنا على التطوير، حضرتك اتكلمت على تطوير الواجهات الخاصه بالمباني، لكن عاوزين نعرف بقى تطوير الطرق تحديدا. وسيوة دايما بتميل للطبيعه وما بيبقاش فيها نوع كده من انواع زي ما نقول بالبلدي كده التكلفه، هل هيبقى في طرق خاصه لمسار الدراجات على سبيل المثال؟ طبعا احنا السياحه الرياضيه من السياحات اللي احنا بنهتم بيها جدا في واحة سيوة، فان شاء الله هيبقى في ممشى وهيبقى في اماكن للدراجات، واحنا بالفعل بننفذ مجموعه كبيره من الماراثونات الرياضيه، وكان يعني يوم الجمعه اللي فاتت ووزاره الشباب والرياضه بتنفذ معسكر يلا كامب، وده بيشمل 6 معسكرات على مدار شهر مارس بالكامل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
واللواء خالد شعيب محافظ مطروح. بالفعل بيتم تنفيذ عدد من الماراثونات الرياضية سواء الجري أو بالدراجات الهوائية خاصة بالمناطق السياحية والأثرية. نعم. فبالتالي طبعا هيكون في مسارات وهيكون في اماكن لانتظار السيارات والمركبات. يعني عايز اقول ان احنا بنشهد ما كنا نحلم به من فتره طويله، خاصه ان كما اشرت شالي هي قلب الواحه، وهذه المنطقه تعتبر اول ما يشاهده الزائر لواحه سيوه، وده ان شاء الله ده مشروع طموح طبعا بكل يعني تاكيد يا فندم. بس يا استاذ محمد، يعني انا الحقيقه حالفني الحظ وجيت سيوه، وهي فعلا من اهم واحلى الاماكن اللي موجوده في مصر، وليها خصوصيه وليها هويه خاصه بيها هي. بس خليني اقول لحضرتك انه الطريق كان طويل شويه، فانا حابه اعرف من حضرتك المتوقع من الانتهاء من المطارات وتهيئه الطرق للوصول لسيوه، المفروض متوقع الانتهاء منها امتى يا فندم؟ احنا ان شاء الله بيتم خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي تنفيذ ازدواج طريق سيوة مرسى مطروح بطول 310 كيلومتر. تم فعليا الانتهاء من حوالي 50 كيلومتر، والطريق بعرض حوالي 12 متر ثلاث حارات بالخرسانة، وده اول طريق في الصحراء الغربية يتم تنفيذه بالخرسانة بحيث أنه يتحمل الحمولات الثقيلة للسيارات والمركبات خاصة المحملة بالملح الصخري بواحة سيوة. حاليا بيتم تنفيذ ثلاث قطاعات من مدخل سيوة حتى علامة الكيلو 150، وخلال هذا الشهر أعلن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي عن طرح القطاع الرابع بطول 50 كيلومتر. فيعني هناك جهود جبارة بتبذل لسرعة الانتهاء من هذا المحور وهذا الشريان الحيوي المهم، وهو طريق سيوة مرسى مطروح، وده بتكلفة تتجاوز الملياري جنيه. أيضا داخل الواحة هناك مشروع الصرف الصحي قارب على الانتهاء، وده من المشروعات القومية الكبيرة اللي بتنفذ على أرض واحة سيوة حاليا. نعم. يمكن في أخيرا كده المنازل الخرسانية يعني بدأت تظهر مؤخرا في سيوة، يعني أيهما سينتصر، المنازل الخرسانية أم المنازل اللي واجهتها من الكرشيف؟ بإذن الله طبعا الواجهات اللي من الكرشيف، لأن ده يعني احنا بنعتبره مصدر الهوية لواحد سيوة، هو الحفاظ على الهوية المعمارية الخاصة بالواحة. كل اللي بيجي سيوة بيبقى حريص كمان هو يقيم في منتجعات وفي فنادق صديقة للبيئة، وفي توسع في هذه المنشآت، وكمان الطبيعة الخلابة ورحلات السفاري وغيرها من الأنماط السياحية اللي بتشتهر بها واحة سيوة. طبعا يا فندم، يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد عمران جيري مدير اداره السياحه مجلس مدينه سيوة. وانا بصفتي يعني زرت سيوة واحد سيوة قبل كده، انا بدعو حضراتكم جميعا فعلا اللي عنده وقت، ده موسم كمان زياره سيوة، انه جو لسه فيه برد شويه، فالجو هناك هيبقى لطيف حقيقي، تجربه لازم تجربوها كلكم. في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل هناك، ان كان السفاري او ان كان حتى في بالمناسبه كمان اثار موجوده هناك، ان كان حتى البحيرات العلاجيه اللي موجوده هناك. لا يعني في حاجات كتير جدا موجوده في سيوه، ويمكن هويه مختلفه، والناس هناك من اطيب واكرم ما يكون الحقيقه. مدينه استشفائيه بشكل عام يعني. طبعا. يعني بلدنا حلوة وفيها حاجات كتيرة قوي حلوة، لازم اللي احنا نستمتع بيها ولازم اللي احنا نزورها عشان احنا نفسنا نكون سفراء ليها، ونعرف اللي احنا نروج لكل شبر من أرضنا في قطعة من قطع الجمال اللي موجودة اللي حبى بيها يعني المولى عز وجل مصر وأهل مصر. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر. بكده خلصت حلقتنا، كنا معاكم على مدار 3 ساعات أنا وجمانة ودينا شرف، ويعني إلى لقاء جديد غدا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.